السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كلكم. انا سارة مصطفى، زميلتكم فرقة تانية. ان شاء الله نشوف سوا كده التوتوريال اللي هو عندكم، اللي هو بعنوان الاميونيتي. هو التوتوريال محتواه سهل جدا وبسيط وكويس. ممكن بس يعني تقابلنا مشكلة صغيرة كده، ان هو الامثلة اللي مذكورة هنا كتير، ومش بس كده، هي الأمثلة أغلبها كمان مش انتوا لسه يعني ما أخدتوهاش. بس الموضوع ده مش مقلق في حاجة ومش هيخوفنا في حاجة. ليه؟ لأن احنا الامتحان عندنا MCQ، مش هيجيلك سؤال ويقولك اذكر لي أمثلة، ولا هيجيلك سؤال يقولك عدلي 1 2 3. لا لا، ده هو الامتحان. هيجي يعني يا إما true false يا إما MCQ عادي، ويعني بالاستبعاد والتقريب وكده نقدر ان شاء الله نوصل للإجابة الصح. وبرده واحنا ماشيين في التوتوريال كده هنحاول نسكم على قد ما نقدر يعني، فبإذن الله تفتكروا، وبإذن الله الموضوع ما يبقاش فيه صعوبة يعني. تمام. طيب، قبل ما نبدأ بقى في التوتوريال كده، حابة احكي لكم على حاجة يعني مريت بيها وانا صغيرة. كنا زمان في الشارع بتاعنا القديم وكده، كنا عدد الاطفال اللي هناك في الشارع كتير، كنا ما شاء الله كتير، وكنا كلنا بنلعب سوا وبتاع. جه في يوم ناس صحابنا تعبوا وظهر عليهم اعراض كده تقريبا نفس الشيء، هما كانوا اخوات يعني، نفس الاعراض موجودة عندهم. وكان من الاعراض دي حاجة مميزة قوي، اللي هو الطفح الجلدي، جسمهم كله حبوب، وشهم كله حبوب، وهم اصلا نفسهم كانوا تعبانين قوي. في نفس اليوم لقينا ولاد عمهم اللي في نفس البيت برضو ظهر عليهم نفس الاعراض والطفح الجلدي دوت ومش عارفه ايه. فيعني بديهيا جدا الموضوع عرفنا ان هو دوت حاجه معديه. راحوا فعلا وكشفوا، والدكتور قال لهم اللي عندكم دوت حاجه اسمها الجدري، وان هو معدي جدا، بيتعدي بطريقه رهيبه وبسرعه جدا، ان هو مجرد اصلا ان انت كده تقابل حد تبقى وش الوش بس كده، خلاص انت اعرف ان انت هيتنقلك منه. وان الجدري عند بعض الاشخاص بيكون اصلا مميت يعني، بيبقى صعب قوي، بس يعني نسبة قليلة يعني. الحمد لله لما جه في الشارع بتاعنا ده كانت حاجة بسيطة يعني. المهم هما راجعين من المستشفى في نفس اليوم، لقينا البيت اللي قصادهم كمان ظاهر عليهم نفس العلامات. شوفوا، ملحقوش الموضوع يعني، كان اتعادوا بسرعة رهيبة اصلا. فدلوقتي بقى في الشارع عندنا بيتين قصاد بعض، البيتين كلهم ايه، كل الاطفال اللي فيهم متصابين. الدكتور كان قايل ان انتوا اعزلوهم عن بعض اصلا، حتى لو هم اخوات وفي منهم حد سليم تعزلوهم عن بعض، والمتصابين اعزلوهم عن بعض برضو. فيعني مرينا بفترة وحشة قوي يعني، خصوصا ان احنا كنا اطفال بقى وبنلعب مع بعض. تخيل كده انت محبوس لوحدك. المهم ان عدى اسبوع وكده، ففي بيت منهم الحمد لله خف ونزلوا بقوا يلعبوا معانا وبتاع. وفي بيت لسه تعبان. فالمهم واحد منهم اللي هم نزلوا معانا، اللي هم كانوا خفوا دول، خلينا بنلعب، كنا بقى صغيرين، فسهانا وقام طالع عند اللي هو التعبان ده، احنا ما نفهمش ما نعرفش حاجة. المهم ان هو كان طالع عشان يلعب معايا صحاب بقى، فاصحاب البيت اللي هم عندهم الاطفال اللي لسه تعبانه دول شافوه ونزلوه. فلما نزل بقى احنا عرفنا بالموضوع ده، ان هو طلع وقابل صاحبنا اللي هو لسه تعبان وخلطه ومش عارفه ايه. فاحنا كنا تحت في حاله هلع يعني، اللي هو اولا الولد دوت هيرجع هيتصاب تاني ويرجع يتعب تاني، وصاحبنا فخايفين عليه وخايفين على نفسنا برضو، ما هو جاي يلعب معانا تاني، اللي هو انت رايح فين يا فندم، لا خليك عندك كده. وكلنا ايه، بعدنا عنه وخلاص بقى، كنا خايفين منه يعني. فجت مامته وقالت يا جماعه ما تخافوش، الدكتور قايل هو طالما اتصاب وجاله الجدري دوت مره مش هيجيله تاني يعني. فاللي هو انت بتقولي ايه يا طنط، احنا كنا يعني كانت امهاتنا كانت بتخاف علينا ان احنا بس نعدي من تحت بيتكو، مجرد نعدي من تحت البيت، انت جاية تقولي لنا ان ابنك دوت طلع فوق عند صاحبنا التعبان وقابله وما تخافوش يا جماعة ولعبوا معاه وعادي، انت بتقولي ايه؟ فقالت اه، هو الدكتور قال كده، هو طالما جاله المرض مرة وخف منه مش هيجيله تاني. فيعني احنا كنا فاكرين ان هي بتقول كده عشان نلعب مع ابنها وخلاص، وابنها ما يعيطش بقى وبتاع، بس برضو يعني خفنا وبعدنا عنه. واهالينا يعني مش بمزاجنا، اهالينا خدتنا بعيد عنهم يعني.
ومنا اللي اتحبس ومبقاش ينزل ومش عارف ايه، خايفين بقى في حالة هلع. المهم ان عدى يوم والتاني والتالت، احنا مستنيين يظهر على الولد دوت اي علامات. مفيش اي اعراض خالص، ولا الطفح الجلدي ده ظهر له، الولد سليم، وكمان البيت اللي كان تعبان دوت خفه، وبقى الشارع كله الحمد لله خافف، وبنلعب مع بعض وعادي يعني. فهو ايه ده اللي حصل بقى؟ ده فعلا كلمة طنط اللي قالتها دي كانت صح، اللي هو طالما جاله مرة مش هيجيله تاني، الولد سليم محصلوش حاجة. فاه هو طالما جاله مرة مش هيجيله تاني. طب ايه اللي حصل بقى، ولا ايه السبب في كده؟ هو السبب في كده احنا المفروض ان احنا عارفينه، وعدينا بيه قبل كده في ثالثه ثانوي، ودارسينه وفاهمين الدنيا فيها ايه يعني في سننا دلوقتي. فيعني لو انت مش فاكر السبب او مش عارفه، ما اعتقدش انك مش عارف يعني، اكيد اكيد كلنا عارفينه. لو مش فاكره فانت مضطر تكمل معايا الفيديو عشان تفتكره، لان انا مش هقول السبب دلوقتي، هنقوله في نص الفيديو كده. ولو انت فاكر السبب وعارفه فانت برضو مضطر تكمل الفيديو علشان هنقول حاجة شبيهة ليه كده في البار عندنا دي بقى. تمام؟ طيب يلا بقى نركز ونبدأ في التوتوريال بتاعنا، ويعني نحاول نركز قوي علشان يعني نطلع بأكبر استفادة ان شاء الله. تمام؟ طيب عنوان التوتوريال بقى هو الاميونيتي، نتكلم على المناعة وكده. فنبدأ نشوف الدنيا بقى بتقول ايه. اول حاجة بيقولك الانواع بتاعت المناعة دي، انا عندي نوعين من الاميونيتي، اما ناتشورال او اكوايرد. من اسمهم انا فاهم معناهم، ناتشورال او ليها اسم تاني اللي هي اسمها انات، ده بيقولك ان دي مناعة الشخص مولود بيها. واكوايرد اللي هي سبيسيفيك، ده مناعة الانسان ايه بيكتسبها بعدين، يعني كلام لوجيك جدا. تمام؟ طيب جه قالك ان الاكوايرد دي عندي منها نوعين، الجسم بيعتمد على اسلوبين، يا اما بيعتمد على انه بيطلع بيكون انتي بودي، يا اما بيستخدم السلم ديت اميونيتي اللي هي خلايا، هي الخلايا المناعيه زي الماكروفاج والليمفوسايت وكده يعني. تمام؟ طيب يبقى انا دلوقتي قلت ان انا عندي ايه، نوعين من المناعه، ناتشورال او انات، ديت مناعه الانسان بيكون مولود بيها اصلا، اكوايرد او سبيسيفيك، ودوت بيكتسبها وهو ماشي كده في حياته. وقلنا ان احنا عندنا نوعين من الاكوايرد ديت، اما هيومورال، هيومورال دي بستخدم فيها او بيعتمد فيها على الانتي بودي ميديت، او السلم ديت بيعتمد فيها على الخلايا المناعيه. نفتكر ان الانتي بودي اسمها ايه، اسمها هيومورال، 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 هيومورال. تمام؟ افتكرها يعني، كلام بسيط بس ممكن نسال فيه ام سي كيو عادي جدا. طيب بعد كده هنبدا نتكلم على اول حاجه اللي هي الانات اميونيتي. نركز قوي علشان الامثله، والله يعني انا شايله هم الامثله، لكن محتوى التوتوريال هو كويس والله، يعني مفيهوش حاجه، بسيط اصلا. المهم الانات اميونيتي، احنا قلنا يعني ايه انات اميونيتي دي، قلنا ان هي ناتشورال، الانسان بيكون اصلا مولود بيها. بيقول لك ايه بقى، ذكر عندك هنا مثالين، اللي هي مثال خاص بالشيستوزوما. بصوا الشيستوزوما ديت عندي منها نوعين، نوع بيجي لي الهيومن ونوع بيجي لي البيرد، الطيور يعني. فبيقول لك في المثال هنا ان الانسان ما يقدرش ان هو، او ما يعني ما بيتصابش بالشيستوزوما اللي هي بتاعت البيرد. ما احنا قلنا عندي نوعين، بيرد وهيومن شيستوزوما، فالهيومن مش بيتصاب بالبيرد، كلام لوجيك جدا. امال انا قسمتها اصلا، قسمت الشيستوزوما نوعين على اي اساس؟ على ان الانسان بيتصاب يعني الانسان ليه نوع معين، والبيرد ليه نوع معين من المرض ده. فلا الانسان هيتصاب بتاع البيرد، ولا البيرد هيتصاب بتاع الهيومن وكده. فاهمين يعني؟ كلام بديهي برضو. يبقى بيقول ان الهوست، ان الانسان يعني can't work as a host for the bird schistosome، اللي هو مش هيتصاب بيه، لازم عشان يتصاب بالشيستوزوم دي تبقى هيومن، نوعها هيومن شيستوزوم. تمام؟ نوع تاني او مثال تاني بيقول ايه، ان الانسان برضو مش هينفع يتصاب بالتوكسوبلازما. التوكسوبلازما دي اللي هي كداء القطط. تمام؟ دوت برضو ان البارازايت بت يعني بتأفكت القطط، الكاتس، مش الهيومن. تمام؟ يبقى المثالين بتاعه الانيت اميونيتي دول مثالين سهلين جدا، هعرف ان الانسان مش بيتصاب بال يعني البرازيت اللي هي بتصيب الحيوانات وكده، مش بتأثر على الانسان. ده مش في كله، ده انا حددت امثلة معينة يعني، عندي حاجات معينة. لكن في امثلة تانية ان البرازيت بتأثر على الحيوانات عادي، وبتأثر نفس البرازيت بيأثر على الهيومن. تمام؟ طيب لكن هنا قال لي ان هنا عندي نوعين من البرازيت بيأثروا على الحيوانات، ومش بيأثروا ومش هينفع يأثروا على الانسان. ليه؟ عشان الانسان عنده مناعة جسمه بتواجه البرازيت دي، فاصلا ما بتخليش الانسان يتصاب بيها.
اللي هو مين بقى، اللي هو عندي البيرد شوستيزوم مش هيتصاب بيها وعندي التوكسو بلازما. تمام. طيب بعد كده قال لي مثال تاني اللي هو الجينيتك اند نيوتريشنال فاكتور، ان دوت يعني كون ان انا مش بتصاب بالامراض ديت، ان انا عندي حاجه جينيه كده، ما انا قلت الانيشيت دي بكون مولود بيها، مولود بيها، فحاجه بتكون جينيه او نيوتريشنال. نيوتريشنال علشان ايه؟ علشان البارازايت بيكون معتمد على الحاجه دي ان هو يتغذى عليها، فالحاجة دي مش موجودة عندي، فبالتالي البرازيت يعني اللي هو داخل علشان يتغذى عليه مش موجود، فهيدخل يعمل ايه؟ فمش هيدخل الانسان اصلا، او مش هيأثر على الانسان في حاجة. يعني هقول لكم برضه، هقول لكم مثال، يعني دلوقتي في برازيت بيبقى داخل اصلا الجسم سواء الانسان او الحيوان او كده، علشان بيبقى عايز ايه؟ بيبقى عاوز الار بي سيز. فانا دلوقتي شخص عندي انيميا، عندي نقص في الار بي سيز، البارازايت لما يدخل مش هيلاقي ار بي سيز، فمش هيلاقي حاجه يتغذى عليها، فبالتالي مش هيقعد اصلا في جسم الانسان ولا هياثر عليه بحاجه. تمام. طيب دلوقتي عندي في الامثله بتاعه الجينيتك والنيوتريشنال ديت هو الملاريا. الملاريا بقى بكذا نوع ليها، يعني بنوعين كده، وكل نوع ليه سبب. بيقول لك ايه؟ ان انا عندي نوعين من الملاريا اتذكروا هنا في النقطه بتاعه الجينيتك والنيوتريشنال فاكتور دي. عندي الملاريا الفيفاكس والفالسيبورا. الفيفاكس والفالسيبورا. بيقول لك ان الفيفاكس ديت ليه مش بتصيب الانسان؟ علشان بيكون مش كل الانسان، يعني مش كل البني ادمين، ده انواع يعني فئات معينه وكده، يعني فئات معينه من البني ادمين بيكون عندهم ايه؟ بيكون عندهم ابسس للدافي بلاد فاكتور. ايه الدافي بلاد فاكتور دوت؟ هقول لك. الدافي بلاد فاكتور ده بيكون كده حاجه زي ريسبتور بتكون موجوده على الار بي سيز اللي هو الاخضر دوت. تمام. بيجي عندي الفيفاكس فالسيبورم دوت ويقوم ماسك فيه، فالريسبتور بيقوم مدخله على الار بي سيز. طب لو انا مش عندي البتاع الاخضر دوت، هتيجي الفيفاكس ملاريا عشان تمسك فيه الار بي سيز، مش هتلاقي حاجه تمسك فيها ولا تدخلها لجوه، فمش هتعرف اصلا تاثر عليها في حاجه، فكده خلاص يعني مش هتحب انها تكون موجوده في جسم الانسان ولا هتاثر عليه بحاجه. تمام. يبقى عندي اول مثال اللي هو الفيفاكس ملاريا. الفيفاكس ملاريا ده ليه مش هيصيب الانسان؟ عشان بيقول عنده ابسس في الدافي بلاد فاكتور، ابسس في الدافي بلاد فاكتور. تمام. ادي اول مثال. تاني مثال الفالسيبورا ملاريا. الفالسيبورا ملاريا ديت بيقول لك ان هو ايه السبب فيها؟ اللي هو هيموجلوبين بسي او الديفيشنسي بتاع الجي 6 بي دي. ويت، مش هينفع تتحرك يعني، خلاص. تمام. الجي 6 بي دي دوت اسم انزيم كده، في برضو فئات كده بيكون عندها نقص في الانزيم دوت، فبيبقى عندي نقص في الهيموجلوبين او كده، او مشكله في الهيموجلوبين، بيبقى عندي ابنورماليتي في الهيموجلوبين، فالبارازايت لما بتيجي هي بتبقى اصلا التارجت بتاعها ان هي راح على الهيموجلوبين، فهي اصلا عندي مشاكل فيه، فبالتالي مش هتحب انها تبقى في جسم الانسان، لان الهدف بتاعها مش موجود، فهتبقى تعمل ايه؟ تمام. طيب انا كده دلوقتي قلت نوعين من الملاريا، واحد فيفاكس واحد فالسي بارم. الفيفاكس دوت قلنا السبب بتاعه ايه؟ ان هو عنده ابسس في الدافي بلاد فاكتور. طيب الفالسي بارم قال بسبب الهيموجلوبين باسي، اللي هو بيبقى عندي ديفيشنسي في الجي 6 بي دي. هفتكر منين؟ انا دلوقتي عارفه ان الجينيتك والنيوتريشنال فاكتور دوت ذكرت فيه ملاريا، وان انا عندي نوعين من الملاريا، واحد فيفاكس وواحد فالسي بارم، واحد بتاع الدافي بلاد فاكتور والتاني بتاع الجي 6 بي دي. تمام. هفتكر اللي هي ان الفالسي بارم دي، فالسي بارم اخرها يعني، الفالسي بارم دي عباره عن مقطعين، فالسي وبارم. تمام. طيب الهيموجلوبين باسي دوت برضه عباره عن مقطعين، هيموجلوبين وباسي. تمام. المقطع التاني بادئ ببي، وهنا برضو المقطع التاني بادئ ببي، فاعرف ان الفالسي بارم هي بتاعت الهيموجلوبين باسي، مش لاقيه لها تسكيمه تانية، فمعلش بقى هي كده يعني. انا عرفت ان الملاريا نوعين، فيفاكس وفالسي بارم. الفالسي بارم مع الهيموجلوبين باسي، تبقى الفيفاكس مع التاني اللي هو الايه، الابسنس بتاع الدافي بلاد فاكتور. تمام. وقال لك حاجه كمان برضو في الملاريا، ما رحناش بعيد، احنا ده كله بنتكلم في الملاريا، ان كل انواع الملاريا بقى مش بعض الفئات، يعني فئات برضو من البني ادمين مش بيتصابوا بيها، عشان ايه؟ بيبقوا عندهم انيميا او الايدج بتاعت الار بي سيز. احنا قلنا ان هي ايه؟ الملاريا دي بتكون داخل اصلا التارجت بتاعها الار بي سيز، فانا عندي انيميا، عندي نقص في الار بي سيز، فهي هتيجي تعمل ايه؟ التارجت اللي هي داخله عشانه مش موجود، فهتعمل ايه؟ فمش هتدخل اصلا. او الايدج بتاع الار بي سيز، عندي ان الار بي سيز دي يعني بيكون سنها تقدم وكده، فيعني
هو بيبقى عايز فريش ار بي سيز، فاهمين؟ اللي هو بتبقى ار بي سيز طازه بقى وبتاع، لكن ده خلاص الار بي سيز عندي عجزت، فانا مش عايز، انا عايز هروح لحد تاني يا عم عنده ار بي سيز كده طازه كده لسه فريش. تمام. طيب يبقى انا دلوقتي كنت بتكلم على الاكزامبلز، الاكزامبلز بتاعه، سوري، الاكزامبلز بتاعه الانيت اميونيتي. بنقول ان انا عندي ان الهيومن ما يقدرش ان هو يتصاب بالبيردش سيزون، وعندي ان الهيومن ما يقدرش ان هو يتصاب برضو او ما يبقاش ديفينيتيف هوست للتوكسوبلازما اللي هي بتاعه داء القطط. تمام. طيب وقلنا عندي امثله تانية اللي هي الجينيتك او النيوتريشنال فاكتور، دي بتاعه الملاريا. افتكرها منين؟ ان الملاريا بتبقى التارجت بتاعها او بتتغذى على الار بي سيز، وانا هنا بقول نيوتريشنال او جينيتك. تمام. نيوتريشنال اللي هي التغذيه، فافتكر على طول الار بي سيز والملاريا. عندي نوعين من الملاريا، فيفاكس او فالسيبورم. افتكر ان الفيفاكس مع الدافي بلاد فاكتور، والفالسيبورم مع الهيموجلوبين باسي اللي هو نقص الجي 6 بي دي. وقلنا ان الاول ملاريا اصلا مش بتروح للناس اللي هو بيكون عندهم انيميا او الايدجت ار بي سيز. تمام كده خلصنا اللي هي الناتشورال او الناتشورال اميونيتي. ندخل بعد كده بقى على الاكوايرد. قلنا الاكوايرد دي بكتسبها وانا ماشي في حياتي كده. تمام. طيب عندي ليها كذا ميكانيزم، هنبدا نشوفهم سوا. اول ميكانيزم بيقول لك ايه؟ ان الجسم بيبدا يصنع سبيسيفيك اي جي اي انتي بودي وايزينوفيل. انا عارفه ان انا ايه، ان الجسم عندي بيصنع انتي بودي لما بيحصل له اي انفكشن وكده. تمام. هنا بقى ذكر لي منها ان الاي جي اي، الاي جي اي ومعاها الايزينوفيل، الاثنين دول بيطلعوا بيبقوا افكتيف جامد قوي، بيبقوا افكتيف يعني، فبيطلعوا سوا في بعض الحالات كده. ذكر لي امثله. بصوا الامثله اللي هي بتاعه الاي جي اي والايزينوفيل، احنا قلنا الاثنين بيحصلوا مع بعض، يا اما يحصلوا مع بعض يا اما واحد منهم بس اللي يحصل. فتعالوا نشوف كده الامثله بتقول ايه. بيقول ان الهلمنسز ديت بيحصل فيها الاي جي اي والايزينوفيل. الهلمنسز دي يعني الديدان، فهنا بصراحه يعني مش شرط قوي ان احنا نلتزم بامثله، ممكن اي مثال يجي على بالك نقول ان هو بيطلع فيه اي جي اي وايزينوفيل اغلبهم يعني. عندي الشيستوزوم والهياديت والاسكاريز لارفا والفيلاريا وغيره يعني. تمام. هو قال الهلمنسز، ما ممكن اخدها اللي هي ان جنرال يعني. تمام. طيب ده بالنسبه للاي جي اي والايزينوفيل الاثنين طالعين سوا. جه بقى اذكر لك مثال لحاجه واحده بس فيهم اللي بتطلع، اللي هو ايه؟ الايزوسبورييزس. الايزوسبورييزس ديت، بصوا الايزوسبورييزس دي عباره عن مقطعين، ايزو وسبورييزس. تمام. السبورييزس دي هفتكر منها السبوروسيست. السبوروسيست دي كانت بتاعه البروتوزوا. تمام. يبقى الايزوسبورييزس زي البروتوزوا. ده اللي بيطلع فيها بقى، بيقول لك ان هو مش دايما بيطلع فيها ايزينوفيليا، معنى كده ان اللي بيطلع على طول اي جي اي. تمام. ومش دايما بيطلع ايزينوفيليا. طيب انا هفتكر المثال ده ازاي؟ احنا دلوقتي الايزينوفيليا دي هنشيل الاي دي. تمام. طيب انا دلوقتي الايزوسبورييزس قلنا ان هي بتتكون من مقطعين، الايزو وسبورييزس. بصوا اي اس او هنا في الايزينوفيل برضو هناخدها من العكس، من الشمال لليمين، او مش عارفه من اليمين للشمال، اي اس او برضو اهي. تمام. او اس اي، اي اس او بالعكس يعني مش شقلوب. فالمهم ان هي انا دلوقتي عندي الاي اس او، فمش عايز الاي اس او بتاعتك، فمش عايز الايزينوفيل. تمام. فيبقى كده عندي ايه؟ عندي الاي جي اي بس. والله برضو مش لاقيه لها حاجه تانية تتسكن بيها غير كده. تمام. طيب يبقى الايزوسبورييزس عندي الاي اس او، فمش عايز الاي اس او بتاعتك، فمش عايز الايزينوفيل، فبعايز ايه؟ الاي جي اي. بيطلع عندي الاي جي اي. يبقى دلوقتي خدنا اول اسمه ايه دوت، اول مثال في او اول ميكانيزم في الاكوايرد سبيسيفيك اميونيتي، خدنا اللي هو البرودكشن بتاع ايه، سبيسيفيك اي جي اي اميونيتي ومعاها الايزينوفيليا. تمام. اللي هو بيكون عندي الايزينوفيل، لو مش عارفين في سيلز كده اسمها ايزينوفيلز. تمام. طيب فبيتكون عندي اي جي اي انتي بودي والايزينوفيل الاثنين مع بعض. المثال على كده ايه؟ قلنا الهلمنسز اغلب الديدان، زي مين؟ زي الشيستوزوم والهياديد والاسكاريز والفيلاريا، اغلب الديدان وخلاص. تمام. طيب لكن المثال التاني اللي انا لازم اكون حافظه عشان ممكن يجي فيه ام سي كيو، اللي هو الايزوسبورييزس. ايزوسبورييزس ديت افتكر ان هي من مقطعين، ايزو وسبورييزس. بورييزس دي افتكر منها السبوروسيست يعني البروتوزوا. والبروتوزوا فالبروتوزوا والايزوسبورييزس دي قلنا ان هي مش دايما بيكون فيها ايزينوفيل، ايزينوفيليا، ف دايما لكن بيطلع منها اي جي اي، وقلنا نفتكرها اللي هي بتاعه الايزو الاي اس او والاي اس او. تمام. طيب تاني نوع عندي قال ان هو بيتكون عندي حاجه اسمها جرانيولوميتس ريسبونس اور فايبروزس. يعني بيحصل عندي ايه؟ بيحصل عندي بيتكون حاجه اسمها جرانيولوما او الفايبروزس بقى اللي احنا عارفينه. تمام. ايه الجرانيولوما دي؟ الجرانيولوما كده اللي انا زي ما اكون بعمل حاجه، بص اوريكوا صورتها، اللي هي بتبقى كده يعني،
تبقى عارف انت لما بتيجي ناموسه تقرصك او حاجه فيظهر عندك حاجات شبه الحبوب كده مكوره كتير كده جنب بعض، هي دي الجرانيلوما. تمام، ان هو بيجي البرازايت الايج بتاعتها يعني بتقوم محوطه نفسها، يعني الجسم بيحاول يدافع عن نفسه فبيحوط الايج بايه بتشو كده فيعمل لي الشكل اللي قدامي ده اللي هو اسمه جرانيولوما. جرانيولوما تمام، زي كده دي عندي الايج اهيت اللي هي اللي في النص المتشاور عليها ده، والبتاع اللي حواليها اللي بالاسود دوت الجرانيولوما دوت تحت الميكروسكوب، لكن بيبقى بقى في يعني لما اشوفها بعيني كده بتبقى بارزه عن الجسم اصلا، بتبقى عامله حاجه شبه حاجه مدوره كده زي الصوره دي. تمام، طيب نرجع تاني. بيقول دلوقتي ان انا ايه تاني ميكانيزم ان انا بكون جرانيولوما او فايبروسيس. طيب نشوف الامثله اللي عندنا بتقول ايه. بيقول لك ان الشيست زون بتعمل الجرانيولوما والفايبروسيس الاثنين مع بعض. تمام، الشيست زون حصل فيها الاثنين مع بعض اللي هو الجرانيولوما والفايبروسيس، لكن عندي الليمفاتيك فيلارييزز. الفيلارييزز دوت انتوا المفروض انتوا خدتين واخدينه يعني في محاضره لوحده قبل كده تقريبا، انا مش عارفه. تمام، فدوت بيعمل ايه فايبروسيس بس. يبقى انا دلوقتي عندي في الامثله احنا قلنا ان اصلا الميكانيزم اسمه ايه، اسمه اللي هو جرانيولوما وفايبروسيس. فانا دلوقتي عندي مثال على الجرانيولوما والفايبروسيس الاثنين مع بعض، وعندي مثال لحاجه واحده فيهم بس اللي هو الفايبروسيس. المثال على ان الجرانيولوما والفايبروسيس الاثنين مع بعض اللي هي الشيستوزوما. الشيستوزوم دي افتكرها زي برضو ان هي اصلا الصوره اللي جات لنا ديت اللي هي دي الايج بتاعت الشيستوزوما دي تحت الميكروسكوب. تمام، الشيستوزوم شيستوزوما ايج. تمام، طيب دي كان بيحصل فيها جرانيولوما وفايبروسيس الاثنين مع بعض. طيب الليمفاتيك اما المثال على اللي هو حاجه واحده فيهم بس اللي هي الفايبروسيس ديت عندي ايه، عندي الليمفاتيك فيلارييزس. الليمفاتيك فيلارييزس يا ربي، الليمفاتيك فيلارييزس دوت ايه دي اللي هي بتاعت الفايبروسيس بس. هفتكرها منين؟ حرف الاف، الاف ليمفاتيك فيلارييزس والفايبروسيس الاثنين شبه بعض كده يعني. تمام، يبقى احنا دلوقتي خدنا لحد دلوقتي اثنين ميكانيزم. اول واحد اللي انا كان الاي جي اي مع الايزينوفيليا الاثنين يحصلوا مع بعض يا اما واحد منهم بس. تاني نوع بكون عندي الجرانيولوما مع الفايبروسيس يا الاثنين يحصلوا مع بعض يا واحد منهم بس. ونركز على الامثله بتاعه اللي هي حاجه واحده فيهم بس اللي بتحصل، زي ما هنا قلنا اللي هو الاي جي اي ومش بيبقى الايزينوفيل انيوجوال في الايزوسبورييزس، وهنا قلنا الفايبروسيس مع الفيلارييزس. بس يعني نركز على الامثله دي. تمام، والامثله الثانيه برضو بس يعني. تمام، طيب تمام. ندخل بعد كده على الميكانيزم الثالث عندي. بنقول بقى ان في الاكوايرد يعني اميونيتي بنقول ايه، ان الجسم بيبدا يدافع عن نفسه بانه بيكون ايه، بيكون عندي اللي هو التي هيلبر سيل وعندي السي دي 4 وبيكون حاجات اسمها سايتوكين. بصوا الكلام ده احنا كنا عدينا عليه في ثالثه ثانوي بالتفصيل يعني، هو هنا بس ذكر لك اللي هي زي يعني عناوين رئيسيه كده بدون دخول في تفاصيل ولا حاجه. تمام، فهو هنا قال ايه عندي يعني من الميكانيزم دوت ان انا الجسم بيكون عندي حاجه اسمها سايتوكين وعندي التي هيلبر سيل والسي دي 4. السي دي 4 ده كان الريسبتور بتاع التي هيلبر سيل على ما اتذكر يعني. تمام، طيب المهم عندي بقى في الاكزامبل برضو دلوقتي هو قال عندي اربع امثله، منهم الامثله بتاعه اللي احنا لسه واخدينها في الجرانيولوما والفايبروسيس اللي هما مين، اللي هما الشيستوزوما والفيلاريا. احنا لسه قايلين ايه، ان الشيستوزوما دي كانت بتعمل ايه بالظبط، كانت بتعمل جرانيولوما وكانت بتعمل فايبروسيس الاثنين مع بعض. طب الفيلاريا كانت بتعمل ايه، كانت بتعمل فايبروسيس بس بالظبط كده. تمام، طيب ونزود عليها كمان مثالين اللي هما الليشمانيا والتوكسوبلازما. الليشمانيا والتوكسوبلازما، يبقى انا دلوقتي عندي في الميكانيزم اللي هو بتاع السي دي 4 والتي هيلبر سيل والسيتوكين برودكشن دوت بيبقى عندي اربع امثله، الشيستوزوما والفيلاريا، ودول كنا ذكرناهم في الجرانيولوما والفايبروسيس متكررين عندنا هنا، وزودنا عليهم الليشمانيا والتوكسوبلازما. تمام، طيب ندخل على الحاجه اللي بعد كده برده كنا واخدينها تقريبا في نفس الشابتر في ثالثه ثانوي برده اللي هو السيتوليتيك تي لينفوسايت. السيتوليتيك تي لينفوسايت تمام، دوت كنا واخدين اللي هو برده كان الريسبتور بتاع التي لينفوسايت دوت السي دي 8 لو نفتكر يعني، مش فاكرين مش مهم، ده هو احنا هنا قلنا بس بنذكر عناوين كده وخلاص. السيتوليتيك تي لينفوسايت المثال بتاعها اللي هو البروتوزوا. البروتوزوا بيقول ايه بقى، البروتوزوا زي ايه بالظبط، قال ان هو زي الملاريا انفكشن. الملاريا انفكشن بصوا هي الملاريا اصلا دانجرس شويه يعني، فكانت عايزه حاجه تبقى سبيسيفيك ليها. فبما اننا ما ذكرناش السي دي 8 خالص
او نحسها يعني، نحس ان السي دي ايه، السي دي ايه ده حاجه مميزه شويه كده، فهناخد الملاريا، فتبقى الملاريا نربطها بالسي دي ايه. تمام، سي دي ايه طبعا، والتي ليمفوسايت، ما هو السيتوليتك دي يعني هي هياها السيتوليتك تي ليمفوسايت، هي هياها السي دي ايه والتي ليمفوسايت. تمام، طيب يبقى احنا دلوقتي قلنا اربع ميكانيزمات نشوفهم كده مع بعض. قلنا اول حاجه اللي هو كان الاي جي اي مع الايزينوفيل، وخدنا قلنا المثال عليه اللي هو الهلمنسس كلهم بيحصل فيهم الاي جي اي والايزينوفيل الاثنين مع بعض، وخدنا الايزوسبورييزس ده كان بيحصل فيها ايه، كان بيحصل فيها الاي جي اي بس، وعندي الايزينوفيل كانت فيها انيوجوال يعني. تاني مثال خدنا ان احنا بنكون الجسم بيبدا يكون عندي جرانيولوما وفايبروسس، خدنا مثالين الشيستوزوما والفيلارييزس. الشيستوزوما ديت كانت بتعمل الاثنين اللي هي الجرانيولوما والفايبروسس، والليمفاتيك فيلارييزس دي كانت بتعمل ايه، فايبروسس بس، ما كانتش بتعمل جرانيولوما، ودي كان شكل الجرانيولوما، ودي كانت الايدج بتاعت ايه الشيستوزوما، عشان افتكر ان الشيستوزوما دي كانت الاكزامبل بتاع الفايبروسيس والايه والجرانيلوما كمان. تمام، طيب تالت حاجه خدناها اللي هي السيتوكين، السيتوكين اللي الجسم بيتكونها والتي هيلبرسيل والسي دي 4، خدنا المثال بتاعها اللي هو الشيستوزوما والفيلاريا، ودي متكررين عندنا من اللي فاتت، وخدنا زودنا عليها الليشمانيا وهي التوكسوبلازما. تالت حاجه اللي هي السيتوليتك تي ليمفوسايت اللي هي بتاعه السي دي 8 الريسبتور اللي هو اسمه سي دي 8 دوت، كانت حاجه سبيسيفيك قوي لمين، للملاريا. ده افتكرها ببعض يعني، في اكيد في امثله ثانيه بس اللي اتذكر عندي هي الملاريا، ودوت كنا ايه الملاريا دي كانت بروتوزوا. تمام، طيب تمام، ندخل بعد كده بقى على عنوان باسم ايه، السيكوال اوف اميون ريسبونس. ده بتكلم فيه على ايه، بقول ان الاميونيتي بتاعه الجسم دي هل هتفيد الجسم ولا هتضره. هو ايه ده يعني، انا المناعه بتاعتي اصلا بتبقى غرضها كله انها تحمي الجسم، هي هتضره كمان، هتضره في شيء هتضره. طب ازاي، هنشوف دوت بقى واحنا ماشيين. يبقى دلوقتي بيقول ان انا عندي نوعين، اللي هي بروتكتيف اميون ريسبونس اللي هي بتبقى بتحمي جسم الانسان، تاني حاجه اميون وباثولوجي اوفر ذات ديسيز ديت اللي هي ايه بتضر جسم الانسان وكده، وليها كذا حاجه لما نيجي عندها هنقولهم يعني. تمام، طيب نبدا باول حاجه اللي هي البروتكتيف اميون ريسبونس، عندي ليها تلات انواع كده. اول حاجه اللي هي كومبليت سيلف كيور ديت، ان ايه، ان جسمي لما بيتصاب بحاجة معينة بيقضي عليها تماما، الاميونيتي بتكون قوية جدا وبتنهي عليها تماما. دوت الاكزامبل اللي عندي هو ايه، هو الكريبتو سبوريدوزيز، كريبتو سبوريدوزيز دوت المثال بتاع الكمبليت سيلف كيور. بص هنفتكره منين، كان في واحد قريبي كده صغير يعني، وبيحب الكريب زي عينيه، كان دايما يطلب من مامته تعمله له او يشتروه كده يعني، فلما كانت بترفض كان دايما يقول انا مصدع مش قادر، قومي يا حبيبي اعمل كده مش قادر يا ماما، فمجرد بس ان هي ما تعمله له خلاص كده الصداع بيروح، والواد بيبقى صحته زي البومب، وخلاص انت كنت عايزه ايه ماما اعمله لك يا حبيبتي كده. فكان بالنسبه له يعني الكريب دوت احسن من ايه، من احسن علاج. فهنا بيقول لي ايه الاكزامبل بتاع الكومبليت سيلف كيور دوت اسمه كريبتو سبوريدوزيس، كريبتو قريبه من كريب. تمام، فانتوا افتكروا قريبي دوت بقى ان هو كان عنده الكريب بيحلله كل حاجه، فهنا برضو المثال بتاع الكومبليت سيلف كيور دوت اللي هو كان الجسم بيقضي على كل الـ يعني الـ المرض وكده كان بينهي عليه تماما، اللي هو المثال بتاعي عندي الكريبتوس بوريدوزيس. تمام، طيب تاني حاجه اللي هي كومبليت بروتكشن فروم الري انفيكشن اللي هي اسمها سوليد اميونيتي. ايه بقى الري انفيكشن، اللي بيحصل عندي ان انا جسمي لما بتصاب ببعض الامراض وكده بيبدا يدافع عن نفسه ازاي، او بيبدا يحل الموضوع ازاي، ان هو بيكون انتي بودي تهاجمني الانتيجين بتاع الفيروس اللي دخل لي دوت او البارازايت او كده، وبيبدا يعني الموضوع على ما جسمي يكون انتي بودي وكده بياخد وقت، فبالتالي الوقت اللي هو بيتكون فيه الانتي بودي ده بيبدا يظهر عليا اعراض، ببدا انا اتعب وكده، ولما الانتي بودي بتتكون بتهاجم الانتيجين وبتقضي عليه وكده. كانوا واخدين في ثالثه ثانوي ان بيتكون عندي مش فاكره الخلايا مين اللي كانت بتكون يعني انتي بودي نسخه من اللي اتكونت وتقوم مخزناها في الجسم، فبيبقى عندي مخزون من الانتي بودي ده، بحيث ان انا لو رجعت اتصبت بالمرض ده تاني بعد ما خفيت الانتي بودي تطلع بسرعه وتهجمه، وتهجم يعني على الانتيجين دوت فتقضي عليه، فملحقش اصلا ان انا يظهر عليا اعراض، الموضوع بيخلص بسرعه عشان انا كان عندي انتي بودي متكون وجاهز، مش لسه هيقعد يتكون وياخد لي وقت وكده، لا ما كانش بيظهر عليا اعراض وكان بيقضي على الموضوع تماما. اهو ده بقى بيفكرنا بايه، اللي هو موضوع الجدري اللي حكيته في الاول،
اللي هو انا الولد كان اتصاب بيه مره، فلما راح وخالط حد تاني ما رجعلوش الموضوع، لانه حتى لو كان الفيروس دخل له كده، فالانتي بودي اللي كانت متكونه في جسمه ومتخزنه طلعت بسرعه وهاجمته، فما ظهرش عليه اعراض. تمام، ده اللي كنا قلناه في الاول. يعني نفس الموضوع بيحصل هنا عندي في البوره برضو. طيب واسمها بنسميها سوليد اميونيتي، اللي هي يعني المناعه الصامده، اللي هي بالتانية مكمله معايا بقى طول حياتي كده، او فتره كبيره من حياتي على الاقل. تمام، طيب المثال بتاعها ايه؟ اسمها الكاتليشمانيزيس. كاتليشمانيزيس هفتكرها ازاي؟ هي اسمها، هي مش اسمها كاتليشمانيزيس، سوري، اسمها كاتينوس ليشمانيزيس، بس انا بختصر كاتينوس دي بقول ان هي كات. يعني لما بيجوا يصوروا مسلسل او كده، بيبقى اللي بيصور ده اللي هو الفوتوغرافر ولا مش عارفه اسمه ايه، يعني بيجي في نص التصوير يقول كات كده، فيوقف التصوير ويرجع يعيد تصوير من الاول وجديد. المهم ان انا عندي اعاده في الموضوع يعني. وهنا عندي في المثال ده بيقول ري انفكشن. ري انفكشن يعني اعاده للاصابه، فانا هفتكرهم ببعض بقى. كان عمو اللي بيصور بيقول كات، وهنا في الري انفكشن برده بدأ عندي المثال الاكزامبل بتاعها بكات. يعني لا للتنمر، لا للتنمر يا ولاد، احنا بنحاول نربط الدنيا. تمام، يبقى المثال بتاع الري انفكشن دوت عندي ايه؟ الكاتليشمانيزيس. يبقى دلوقتي قلنا في البروتكتيف اميون ريسبونس عندي اول حاجه الكومبليت سيلف كيور، ان الجسم اصلا بيضيع الموضوع ده تماما، زي الكريبتوسبوريدوزيس. تاني حاجه اللي هو الري انفكشن، اللي هو البروتكشن فروم الري انفكشن دوت، زي عندي الكاتليشمانيزيس او الكاتينوس ليشمانيزيس. تالت حاجه البري منيشن. بري منيشن دوت بيقول ايه؟ انا بيبقى عندي اصلا اماكن كده بيبقى موجود فيها ديسيز معين بيبقى منتشر قوي، فبيبقى معروف ان اي شخص في البلد ده مصاب اصلا بالموضوع، يعني الديسيز دوت منتشر عندهم تماما، فيعني بيبقى متعودين عليه. فلما حد بيتصاب بالبتاع ده بيبقى الموضوع عادي وبيتعايش عادي ويتعامل عادي، وممكن كمان الاعراض اللي بتظهر عليه بتبقاش قويه ولا حاجه، زي ايه دلوقتي في الموجه الثالثه من كورونا. مش عند الكل طبعا، الموجه الثالثه هي مدمره جدا لنسبه كبيره، بس اقصد يعني ان في مننا كتير اتصابوا واكتر من مره كمان، ويعني بيتعاملوا عادي وكده. فالمثال عندي هنا هو الملاريا والتوكسوبلازما. الملاريا والتوكسوبلازما، احنا كنا ذكرنا الملاريا قبل كده، في ان الجسم بيكون ليها اللي هي السي دي 8 ريسبتور، اللي هي كانت بتاعه التي ليمفوسايت لو فاكرين يعني. تمام، طيب وعندي التوكسوبلازما. التوكسوبلازما تمام، يبقى انا كده ذكرت ثلاث انواع. بس عايزه اقول لكم حاجه في موضوع الري انفكشن وكده، وان الجسم بيرجع يكون انتي بودي، ده علشان لما يعني الانسان بيرجع يتصاب بنفس الفيروس او بنفس المرض يعني. لكن عندي امراض زي البرد مثلا، جسمي ما يقدرش يكون انتي بودي، يعني يستعمل الانتي بودي المتخزنه عنده كده. ليه؟ لان دوت بتكون الامراض زي البرد وغيرها بتكون ار ان ايه، فالموضوع اللي هو ستورج للانتي بودي وكده بيكون معبتوع الدي ان ايه، الفيروسات اللي هي دي ان ايه مش ار ان ايه. البرد كل مرة انا بتصاب بيه بيكون الفيروس وهو داخلي بيكون مغير في شكله، فما اقدرش ان انا اكون له انتي بودي واخزنه، فلما اجي ارجع اتصاب بيه تاني يطلع بسرعة وما يظهرش عليه اعراض البرد وكده. لا لا لا، هو بس بيبقى عند امراض معينة اللي هي بتتكون من دي ان ايه وكده. تمام، طيب دي كانت اول حاجه اللي هي البروتكتيف اميون ريسبونس اللي هي هتفيد الجسم. تاني حاجه بقى اللي هي اميونو باثولوجي اوف البارازيتك ديزيز، اللي هي بتضر الجسم. عندي ليها كذا حاجه، طب انا يعني هنبدا نتكلم عليهم يعني. طب هي هتضر الجسم ازاي وهي اصلا هي غرضها انها تحمي الجسم وكده؟ اميونيتي يا جماعه، بيقول لك ان انا عندي اول حاجه بيتكون عندي حاجه اسمها اميون كومبلكس، مواد كده بتتكون بتروح تأذي لي الجسم. ازاي؟ ممكن تروح تأثر على البلود فيزلز وتعمل لي فيها انفلاميشن هناك، تعمل لي فاسكولايتس. ده المثال بتاعها الليشمانيا، يبقى الليشمانيا بتعمل لي فاسكولايتس. تمام، طيب افتكرها منين؟ فاسكولايتس فيها حرف ال، الليشمانيا فيها حرف ال. انا قلت لكم الموضوع ام سي كيو، احنا هنحاول بالتقريب والاستبعاد وكده. تمام، طيب ثاني حاجه النفرايتس. نفرايتس اللي هي بتروح تأثر على الكيدني، زي مين؟ زي الملاريا والشيستوزوم. الملاريا دي فظيعه فظيعه بجد، بتروح تأثر على النفرايتس ومعاها كمان الشيستوزوم.
هما الاثنين بيروحوا يأثروا يعني على الكبد وكده ويعملوا لي نفرايتس. تمام. تالت حاجة الليمفاجينايتس، دوت برضو في الليمفاتيك من اسمها ليمفاجينايتس خاصة بالليمف، ومين عندي المشهورة قوي بتاعة الليمف هي الفيلارياسيس. تمام. يبقى دوت اول حاجة اللي انا بيتكون عندي اميون كومبلكس، مواد كده بتأثر على بعض الاجزاء من الجسم ممكن تسبب لي يعني في اضرار وكده، زي قلنا زي الليشمانيا بتعملي فاسكولايتس، وافتكروا ان الاثنين فيهم حرف ال، وعندي الملاريا والشيسوزوما بيعملوا لي نفرايتس، وعندي اللي بتعملي ليمفاجينايتس اللي احنا عارفينها اللي هي الفيلارياسيس. تمام. طيب دي كانت اول حاجه اللي هي اميون كومبلكس. تاني حاجه اللي هي تي سيل ديبندنت باثولوجي، اللي هو ايه، بيبقى عندي بعض الانفكشن كده الجسم عشان يبدا يدافع وبتاع بيعتمد على ان هو على خلايا التي سيل، فالخلايا بتكون يعني الانفكشن بتكون قويه وكده، فبتبدا الخلايا بتتجنن علشان طبعا تقدر تواجه الانفكشن الضخمه اللي انا اللي مأثره على الجسم وكده او اللي جاي على الجسم، فتبدا تتجنن وتطلع بكميه كبيره وكده، نتيجه للجنون بتاعها ده بيحصل عندي بقى مشاكل تانية. ايه المشاكل اللي بتحصل عندي؟ بيحصل عندي فايبروسيس وجرانيلوما، هو بيحصل كذا حاجه يعني من الامثله بتاعتها الفايبروسيس والجرانيلوما، اول اللي اتكرر علينا الفايبروسيس والجرانيلوما زي مين؟ بيقول لك اول حاجه اللي هي الهيباتيك فايبروسيس اند البورتال هايبرتنشن، اللي بيحصل عندي ايه، ان لما يتكون فايبروسيس وكده بيروح في البورتال فين، سوري، لما بيتكون عندي جرانيلوما وكده ممكن تتكون في البورتال فين فتسده، فلما يتسد او مثلا تضيقه، فلما يتسد طبعا الضغط اللي بيكون ضغط الدم جواه بيبقى كبير جدا، فيحصل عندي هنا ايه، هايبرتنشن. تمام. للبورتال فين او هيباتيك فايبروسيس هيحصل عندي تليف كبدي. ده مين الامثله بتاعتها، من الامثله بتاعت دوت، احنا قلنا فايبروسيس اسوشيتد مع الجرانيلوما، احنا كنا قايلينها في اول المحاضره. مين المثال اللي كان بيظهر عليه الاثنين مع بعض؟ هي الشيستوزوما اج. لو نفتكر احنا كنا يعني كنا جايبين صوره في الاول كده، كانت تحت الميكروسكوب للشيستوزوما اج، وكانت حواليها جرانيولوما وكانت حواليها فايبروسيس. تمام. دي افتكرها بيها. تاني حاجه الليمفاتيك فيلارياسيس، من غير ما اقول سوري، الليمفاتيك فيلارياسيس يعني خلاص هو المثال اتقال، هو الفيلاريا. تمام. ان الجسم بيكون فايبروسيس اجينست الفيلاريا، دي برده كنا قايلينها في الاول، مش احنا كان عندنا مثالين قلنا الجرانيولوما بتحصل مع الفايبروسيس، الاثنين بيحصلوا مع بعض في المثال اللي هو بتاع الشيستوزوما، او واحده بس فيهم اللي بتحصل اللي هي الفايبروسيس دي بتحصل مع الفيلاريا، اللي هما الاثنين كانوا بحرف الاف. تمام. طيب بعد كده عندي الاي جي اي، بيحصل عندي هايبر سنسيتيفيتي ريسبونس، اللي هو برضو يعني نفس فكره اللي فات، اللي هو بيكون الجسم متعرض لمواجهه كبيره وكده من الفيروسز او من البارازايت وكده، فتبدا يعني رد الفعل يتجنن يكون كبير قوي عشان يحاول يعني يقضي على المواجهة الكبيرة اللي جياله دي. فهناك مين اللي اتجنن عندي؟ عندي التي سيل اتجننت. دلوقتي بقى اللي هيتجنن عندي مين؟ الانتي بودي. مين بالظبط في الانتي بودي؟ احنا ذكرنا في اول محاضرة خصينا الاي جي اي، وكان بيطلع مع الاي جي اي ايزينوفيل، فانا هربطهم ببعض الاثنين عندي بيتجننوا. تمام. يبقى انا خدت واحدة التي سيل وخدت الهايبر سنسيتيفيتي بتاعت الاي جي اي والايزينوفيل الاثنين مع بعض. طب نبدا نشوف الامثله. الاي جي اي عندي حاجه اسمها كالاباري سويلنج بتاعت اللولو انفيكشن، اللي هي الصوره دي، الرسمه دي كده بتبقى بالمنظر ده، مش عارفه انتوا خدتوها ولا لا، بس الرسمه دي مشهوره وكانت بتنزل في العملي على طول يعني، اللي هي بتاعت الكالاباري سويلنج، وكان اللي بيتسبب لها اللولو، واللولو معروف ان اشهر مكان ليها اصلا في العين يعني، فافتكرها بقى اللي هي بتاعت اللولو دي بتعمل كالاباري سويلنج، وان الاثنين دول تبع الاي جي اي ميديت ريسبتور. تمام. طيب تاني حاجة تروبيكال بالموراي ايزينوفيل في الفيلارياسيس. تمام. النوع بتاعها بالظبط اللي هو تروبيكال بالموناري ايزينوفيل. تالت حاجة اللارفا اللي هي موجود في السترونجولويديزيز، يا ربي، سترونجولويديزيز دوت كان اسم بارازايت كنت بكرهه جدا عشان اسمه صعب، ما علينا يعني. المهم ان احنا نفتكر نقول سترونج وخلاص، مالها سترونج، جميلة سترونج. تمام. افتكر ان هو سترونج ده بتاع الاي جي اي، مش عارفه برضو خدتوه ولا لا.
انا حتى شاكه في نفسي خدته ولا لا، ما علينا يعني. المهم ان انا اعرف بقى الامثله بتاعت الاي جي اي اربطهم ببعض كده، الثلاث انواع عندي اللي هو لو بتعمل لي كالاباري سويلنج، عندي الفيلارييزز وخصوصا اللي هي التروبيكال بالمونري ايزينوفيلي، ثالث حاجه عندي اللي هي بتاعت السترونج دي. تمام، يبقى اللي هو لو والفيلارييزز وخصوصا التروبيكال بالمونري ايزينوفيليا، وعندي بتاعت السترونج. تمام، ثاني حاجه اللي هي بتاعت ايزينوفيل، بتاعت الايزينوفيل اسوشيشن باثولوجي، ما احنا قلنا الاي جي اي معاها ايزينوفيل. تمام، ديت زي برضو في اللوا ديت بتروح تعمل لي، بتروح تاثر على الهارت وتعمل لي في حاجه اسمها اندوكارديال فايبروسيس، بتروح تعمل هناك فايبروسيس وتاثر على الاندوكارديال هناك وكده يعني. تمام، طيب يبقى دلوقتي عندي في النوع دوت خدت حاجتين الاي جي اي. نحاول نركز في الاكزامبل بالله، يعني الاي جي اي والايزينوفيل. بصوا يعني على قد ما تقدروا اللي هو لو الموضوع اتذكر قدامنا نكون بالتقريب عارفين دي بتاعت ايه ودي بتاعت ايه، يعني احنا مش هنقعد نعد الامثله بتاعت دي 1 2 3 وكده، لا لا يعني بس نقرب الموضوع. فعندي الاي جي اي ثلاث حاجات، كالاباري سويلنج وده بتاع اللي هو لو، تروبيكال بالمونر ايزينوفيل في الفيلارييزز، وعندي اللاربه بتاعت السترونجلويديزز ديت اللي هي بتاعت السترونج دي، ولا عزاء للنطق بتاعي القمر. تمام، طيب تاني حاجه اللي هي الايزينوفيل اسوشيتد باثولوجي دي بتاعت برده اللي هو لو، بتروح على الكاردياك تعمل فايبروسيس هناك، فتعمل لي ايه اندوكارديال فايبروسيس. رابع حاجه عندي اسمها الاوتو انتيبادي، من اسمها كده ان الجسم بيأذي نفسه عن طريق الانتيبادي. بيعمل ايه يا ترى؟ بيطلع انتيبادي غير يعني بتاعه الانتيجين للبرازيت اللي داخل وكده، بيطلع انتيبادي غلط. تمام، فبتهاجم الجسم نفسه بدل ما تهاجم البرازيت. طيب دوت عندي ليه كذا مثال كده، عندي الشيستوزوما وعندي الملاريا. الملاريا والشيستوزوما تكرروا معانا كتير، يعني كل ما تتزنق قول ملاريا وشيستوزوما. لا طبعا في حاجات معينه ما ينفعش اقول فيها الشيستوزوما والملاريا. تمام، طيب الشيستوزوما والملاريا والسليبنج سيكنس ده برضو مرض النوم هتاخدوه او خدتوه مش عارفه، والشاكس ديسيز ده برضو هتاخدوه، والانكو سيركاريس ده برضو هتاخدوه. تمام، معلش والله احنا نحاول نقرب الموضوع. ناخد السهل اللي هو الشيستوزوما والملاريا والسليبنج سيكنس. الشيستوزوما والملاريا والسليبنج سيكنس ده مين؟ ده الاوتو عندي بادي. وناخد كمان معاها اللي هو الشاكس ديسيز والانكو سيركاريزز. الانكو سيركاريزز والشاكس ديسيز ده دول مع مين؟ ده الاوتو انتيبادي. بصوا نقربها ازاي. الاوتو انتيبادي بنقول ايه؟ ان الجسم بيطلع انتيبادي غلط. تمام، فهنا الامثله اللي علينا غلط. مش غلط طبعا، اقصد ان انتوا لسه ما خدتوهاش يعني، وهي متكرره عليكم وبتاع. ما علينا يعني، فاي حاجه غريبه حطها في الاوتو انتيبادي، مش اي حاجه طبعا يا ربي. نحاول والله، الموضوع ابسط من كده، يعني والاسئله بتيجي سهله، ما حدش يقلق يعني. هي المذاكره اللي بتبقى بس محتاجه مجهود شويه، بس برضو مش هتاخد منكم وقت انتوا قدها يعني. طيب يبقى احنا قلنا تاني الشيستوزوما والملاريا والسليبنج سيكنس، وعندي الشاكس ديسيز والانكو سيركاريزز، دوت كله في الاوتو انتيبادي. وانا كنت بتكلم في ايه؟ كنت بتكلم على السيكل بتاع الاميون ريسبونس. قلت ان انا عندي ان الاميون ريسبونس ده ممكن تفيد الجسم وممكن ايه وممكن تاذيه. اللي بتفيد الجسم اسمها بروتكتيف اميون ريسبونس، بروتكتيف اميون ريسبونس. تاني حاجه قلنا ان هي بتضر الجسم، بتبقى بالغلط يعني، الاميونتي بتبقى قصدها ان هي تحل الموضوع وتقضي على الديسيز وكده، بس بالغلط بتضر الجسم. دي خدت فيها كذا ميكانيزم كده. اول حاجه اميون كومبلكس اللي هو بيطلع الجسم بيطلع حاجات بتاذيه. وخدت التي سيل ديبندنت باثولوجي اللي هي الخلايا بتتجنب ينتج عنها فايبروسيس وجرانيلوما. خدت الاميديت هايبر سنسيتيفيتي برضو نفس الفكره بتاعه دي، بس خاصه بالاي جي اي والايزينوفيل. وخدت الاوتو انتيبادي اللي هو بتاع ان الجسم بيطلع انتيبادي بالغلط فبتهاجمه هو بدل ما تهاجم الديسيز وكده. تمام، طيب ندخل بعد كده على النقطه اللي بعدها، يعني اللي هي بتاعه الايفيجن بتاع الاميون ميكانيزم باي البارازايت. يعني ايه؟ يعني البرازيت بقى هيبدا يعني يتجنب موضوع الاميونتي بتاع الهيومن دي ازاي، يبدا يهرب منها ازاي، ما هو عايز يدخل جوه يعني. فاكيد برضو عنده ميكانيزمات كده ان هو يحاول يوصل يعني برضو ان هو يتجنب المناعه وكده. ايه الميكانيزمات دي؟ برضو هما كذا ميكانيزم وكل واحد عليه اكزامبل. تمام، طيب اول حاجه عندي الهيدنج فروم الاميون سيستم اللي هو بيدخل يستخبى
من الاميونتي، بيدخل جوه جسم الانسان ويستخبى في اماكن معينه كده علشان مناعه الجسم والخلايا المناعيه ما تقدرش توصله. تمام. طيب تاني حاجة الانتيجين ماسكينج، اللي هو بيبقى ايه، بيغير في شكل الانتيجين بتاعه، فلما يدخل جوه جسم الانسان، الانسان المناعة ما تتعرفش عليه. تمام. طيب بعد كده عنده الشيدنج بتاع السيرفيس انتيجين، اللي هو بيبدأ ايه، بيوقع الانتيجين الموجود على السيرفيس بتاعه، مش اللي هو بيغيره، لا ده بيوقعه خالص. تمام. طيب تالت حاجة انتيجينيك فاريشن، هي تقريبا قريبة قوي من بتاعة الماسكينج دي. الماسكينج يعني هنقول الفرق بينهم ايه، ان الفاريشن هو بيغير الانتيجين بتاعه لانتيجين تاني، مش واحد بس، كذا كذا انتيجين. فلما بيدخل المناعه بتاعت الجسم بتبدا مش عارفه هتقابل مين ولا مين، وممكن تقابل انتيجين اصلا غلط اتخدعت فيه، ده مش بتاع البرازايت، ده مش الانتيجين الاصلي بتاع البرازايت. اما الماسكينج دي ان هو بيخبي الانتيجين بتاعه، بيداري عليه بحاجه، عارف اللي هو زي بيلبس كوت كده فيداري على الانتيجين بتاعه، فاللي هو زي بيخفيه، الجسم مش بيشوفه. تمام. يبقى انا خدت الهيدنج فروم الاميون سيستم، ده هيدخل يستخبى جوه جسم الانسان. الانتيجين ماسكينج دوت اللي هو بيلبس حاجه على الانتيجين بتاعه فالاميونتي مش هتتعرف عليه. تالت حاجه شيدنج اللي هو بيوقع اصلا الانتيجين بتاعه. تالت حاجه اللي هو الفاريشن بتاع الانتيجين، بيبدا يغير في الانتيجين بتاعه لاكتر من انتيجين فالاميونتي برده مش بتعرف عليه. رابع حاجه اللي هو سبريجن او بلوكج للهوست افكتور سيستم، دوت اللي هو ايه، بيوقع المناعه بتاعت الجسم اصلا، يعني هو مش داخل بس يأذي جسم الانسان، لا ده بيوقع المناعه بتاعته كمان عشان يقدر يأثر براحته جوه الجسم وكده. تمام. طيب ناخد اول حاجه بقى وهي الهيدن فروم ايه، الاميون سيستم. بيقول لك ان البارازايت بتدخل تستخبى فين، بتدخل تستخبى في الانتستاينال ليومن. تمام. فبرضو الاميونتي ما تقدرش توصل لها وكده، الخلايا المناعيه عندي ما تقدرش توصل لها، وهي في الانتستاينال ليومن. دوت عندي مثالين ليها، اللي هي الاسكاريس والانتروبيس. الاسكاريس والانتروبيس دوت اللي بيدخلوا في الجي اي تي، يعني الاسكاريس والانتروبيس دي هتاخدوهم اصلا في الجي اي تي، دول بيدخلوا في الانتستاينال ليومن. تمام. طيب تاني حاجه في السيست، السيست دوت بيقول ايه، ان اللارفا بتاعه البارازايت وكده بتبدا تحوط نفسها بسيست علشان ايه، الاميونتي برده ما تعرفش عليها وما تقدرش توصل لها، بتحميها يعني، زي مين، الهياديت والترايكنيل، الهياديت والترايكنيل. تمام. تالت حاجة اللي هي في الاميون سيلز نفسها، ده ايه ده بقى، ده بيقول لك في عندي كده بعض البارازايت او اللارفا بتاعها، لما بتدخل، لما بتيجي خلايا مناعية زي الماكروفاج وكده، احنا عارفين الماكروفاج يعني خلايا بلعامية، بتبلع اللي قدامها. تمام. طيب بعد ما تبلعها ما بتقدرش تدمرها، هي بلعتها بس مش عارفة تدمرها، فولا كأنها عملت حاجة، فهي اصلا البارازايت دي بتدخل تدور على الماكروفاج عشان تدخل تستخبى جواها عشان في خلايا طبعا تانية او في اساليب تانية ممكن تهاجمها، فهي هتختار بس الماكروفاج دي، ده دوت يعني المغبى بتاعها تدخل تستخبى فيها من بقيه اساليب الدفاع التانية. تمام. وبرده الماكروفاج ده على سبيل المثال يعني ممكن تبقى خليه تانية عادي. طيب في الاميون سيلز دوت عندي مين، عندي التوكسوبلازما والترابينوسوما، الترابينوسوما والتوكسوبلازما. يبقى خدت الاسكاريز والانتروبياس، ده بتستخبى فيه الانتستاينال هيومن، خدت الهايديت والترايكنيلا، دي بتعمل في السيست، وخدت فيه الاميون سيلز، عندي التوكسوبلازما والترابينسوم، نربطهم الاثنين ببعض، اسكاريز مع انتروبياس ده في الانتستاينال هيومن، عندي الهايديت مع الترايكنيلا الاثنين في السيست، والاثنين بحرف التي اللي هي التوكسوبلازما والترابينسوما دي في الاميون سيلز، بتدخل تستخبى جواها نفسها يعني. تمام. طيب دي كانت الهيدنج فروم الاميون سيستم. تاني حاجه عندي الانتيجين ماسكينج. الانتيجين ماسكينج دوت قلنا عندي ان هو بتيجي تبدا السيلز عندي تخبي الانتيجين بتاعها بانها تلبس زي ماسك كده او كوت او قناع او حاجه يداري عليه، يداري على الانتيجين دوت. زي عندي مين، عندي الشستوزوما. الشستوزوما ديت بتعمل ايه، بتبدا تلبس كوت عليه ايه، اي بي او بلاد جروب، ده بيخبيها حاجه اسمها اي بي اي بلاد جروب او الجلايكوليبيد او مولكيول كده الام اتش سي. تمام. طيب دي بتبدا تاخدهم من الهوست نفسه، يعني هي بتعتمد على الانسان اصلا، في بتبدا تاخد تبدا تستخبى من حاجات جوه الانسان. ده هو مين بقى، تبقى عندي المثال بتاعها اللي هي الشستوزوما. الشستوزوما بتعمل ايه، عندها ثلاث حاجات، اما ان هي تلبس كوت من الاي بي او بلاد جروب او الجلايكوليبيد او الام اتش سي مولكيول. يبقى انا خدت دلوقتي هايدنج فروم الاميون سيستم ثلاث حاجات، انتستاينال هيومن اللي هي زي الاسكاريس والانتروبياس، السيست زي الهياديت والترايكنيلا، والاميون سيلز زي التوكسوبلازما والترابينوسوما. دخلت عن ثاني حاجه اللي هي الانتيجين
الماسكينج اللي انا ببدأ السيلز تخبي الانتيجين بتاعها بماسك كده او كوت. ديت المثال بتاعها اللي هي مين؟ اللي هي الشيست زوما. الشيست زوما دي بتعملي ثلاث حاجات، بتكوت بال اي بي اي بلاد جروب او الجلايكوليبيد او الام اتش سي مولكيول. تمام. طيب بعد كده عندي الشيدنج اوف السيرفيس انتيجين دوت ايه؟ بندخل بتبدا البارازايت او السيلز يعني توقع الانتيجين بتاعها، توقعه خالص. دوت مين؟ عندي الشيستوزوما برضو. احنا لسه واخدين الشيستوزوما ان هي بتعمل ماسك وبتعمل برضو شيدنج، يبقى الشيستوزوما بتعمل حاجتين. الشيستوزوما سيركاريا بقى بتوقع الكود بتاعها بعد السكين بنتريشن. تمام. يبقى الشيستوزوما سيركاريا دي بتوقع الكود بتاعها اللي هو كان على الانتيجين بعد السكين بنتريشن. تمام. طيب بعد كده عندي الانتيجينيك فاريشن بتبدا تغير في الانتيجين بتاعها لاكتر من حاجه، زي عندي مثال اللي هو التي بروسي دوت بتبدا تعمل فاريشن وكده. يبقى الموضوع عندي ايه؟ امثله بس هحاول افتكرها، وهي تقريبا الامثله هنا مميزه شويه او ظاهره شويه. عندي التي بروسي ديت بتعمل فاريشن، التي بروسي بتعمل فاريشن، والشيستوزوما بتعمل حاجتين، اما شيدنج او ايه او ماسكينج. يعني الشيدنج ذكرنا فيها الشيستوزوما سيركاريا كوت افتر سينك سكين بنتريشن، بعد ما تخترق الجلد وكده. تاني حاجه عندي اللي هي بتاعه الماسكينج ديت، قلنا ليها ثلاث حاجات، اما بتعمل لارفا كوتنج بالاي بي اي بلاد جروب، او عندي بالجلايكوليبيد، او بالام اتش سي مولكيول. تمام. طيب واخر حاجه عندي كانت الهيدنج فروم الاميون سيستم، بتدخل تتخبى جوه جسم الانسان اصلا. عندي زي الانتستاينال هيومن دي الاسكاريز والانتروبيوس، عندي زي السيست اللي هي الهايديت والترايكينيلا، عندي زي الاميون سيل زي التوكسوبلازما والترابينوسوما. اتمنى يكون الاسماء ثبتت معاكم سيكا، يعني انا عماله اعيد فيهم عشان تثبت يعني، فان شاء الله خير يعني، الله المستعان. باقي بقى نوع واحد اللي هو ايه؟ السبريشن اند بلوكج اوف الهوست افكتيف سيستم، اللي انا عندي المناعه بتقع فمش بتقدر ايه ان هي يعني تقوم بشغلها وكده ضد البرازيت اللي داخل او الانفكشن دي. قال لك السبب مش ان البرازيت نفسها هي اللي بتدخل توقع المناعه، لا يعني ما تظلمش البرازيت ده، كمان جسم الانسان منه نفسه ممكن يوقع المناعه بايده يعني. طب ازاي ده بقى؟ هنشوف. اول حاجه بس نقول بتاعه البرازيت ديت، عندي ليها المثال بتاعها اللي هي الكلا ازور. الكلا ازور ديت حاله بتسببها الليشمانيا. الليشمانيا لما بتهاجم جسم الانسان بصوره قويه بتكون لي حاجه اسمها كلا ازار. كلا ازار ده بيكون عرض متاخر قوي للاصابه بتاع الليشمانيا، يعني بتبقى في الاخر، يبقى ليفل عالي قوي. فمعنى كده ان هو يكون ان هو ظهر عندي اصلا على الانسان وكده، اعرف ان الليشمانيا الاصابه بتاعتها كانت قويه قوي، فقويه لدرجه ان الاميونيتي بتاعه الانسان وكده مش عارفه تشتغل. ده بيقول لك fail to develop delayed hypersensitivity، يعني حتى النوع المتاخر اللي هو من عندي السنسيتيفيتي نوعين، يا اما ديلايت يا اما ايميديت، يعني في الوقت الحالي او بعد كده، لا هتعرف لا تعمل hypersensitivity لا دلوقتي ولا كمان شوية. تمام. طيب وذكر لك حاجة، قال ان هو التست بتاع الليشمانيا دي حاجة اسمها مونتجريتو. في حالات القلق ازار المونتجريتو تست دوت دايما بيطلع لي نيجاتيف. يعني ازاي؟ انا دلوقتي ببقى مصاب بالليشمانيا ومتاكد اني مصاب بالليشمانيا، ليه؟ عشان ظاهر عليا الكلا ازار دي. الكلا ازار دي حاجه مميزه قوي للليشمانيا، لما اجي بقى اعمل مونتجريتو تيست دوت بيظهر لي ان هو نيجاتيف. تمام. طيب يبقى في الكلا ازار بتبقى المونتجريتو تيست دوت بيظهر لي اللي هو نيجاتيف. طبعا غلط، الانسان بيبقى متصاب بيبقى بوزيتيف. طيب ده بالنسبه للبرازيت. تاني حاجه الهوست، الانسان بقى بيوقع الاميونتي بتاعته ازاي؟ بيقول لك في بعض الحالات زي المايكروفيلاريا مثلا، تبدا الاميونتي تكون ايه؟ تبدا تطلع IgG4. IgG4 دوت بيكون نوع ضعيف كده من الانتي بودي. تمام. بيديني سمول ريسبونس اللي هي اميون كومبلكس، يعني بتبقى بتديني مناعه ضعيفه قوي. بدل ما ان المفروض يعني المايكروفيلاريا دي بتبقى محتاجه انتي بودي قويه تهاجمها زي مثلا الاي جي جي والاي جي اي وكده، لا دوت طلع لي الاي جي 4 حاجه ضعيفه قوي، مش هتقدر يعني تعمل اي حاجه خالص قصاد المايكروفيلاريا. ومش بس كده ان هي ضعيفه وخلاص، لا ده هي بتروح كمان تعمل بلوك للاي جي اي، فما يعرفش ان هو يشتغل، يعني معطله غيرها كمان. تمام. يبقى الجسم اللي بيبدا يطلع لي اي جي 4 دوت تصرف غلط منه، فالاي جي 4 دي تديني سمول اميون كومبلكس بدل منها تطلع لي ايه لارج هارمفول اي جي اي فورميشن زي الاي جي جي مثلا، وكمان بتروح تهاجم لي الاي جي اي بتعمل لها بلوك فما يعرفش ان هو يشتغل. يبقى دلوقتي كان عندي في السبريجن حاجتين، اللي هو اول حاجه البرازايت في الليشمانيا بتعمل لي كلا ازار، صحيح ده شكل الكلا ازار.
بتبقى بالمنظر ده، ليها صور تانية موجودة على جوجل لو حابين تشوفوها يعني، بس بشعة يعني. ما علينا. وبرده كنت سمعت ان الكالاازار يعني اتسمى بالاسم ده عشان هو اول ما ظهر في الهند يعني. المهم الكالاازار دي بتاعت الليشمانيا، وقلنا ان في حالات الكالاازار لما باجي اعمل مونتجريت اللي هو التيست بتاع الليشمانيا ده بيطلع لي نيجاتيف على طول. تاني حاجه اللي هو في الهوست في المايكروفيلاريا، بيبدا الجسم يطلع اي جي 4 كتصرف غلط منه يعني، او تصرف مش صحيح، فيديني سمول اميون كومبلكس، والمفروض المايكروفيلاريا دي قويه كانت عايزه اميونتي كبيره زي الاي جي جي مثلا او الاي جي اي، لا الجسم ما طلعهمش، طلع اي جي 4، والاي جي 4 راح عمل بلوك للاي جي اي فوقفها وما عرفتش ان هي تشتغل. تمام. طيب بعد كده ندخل على الاميونو دايجنوزز. ايه الاميونو دايجنوزز ديت؟ اللي انا هبدا اشخص يعني الديسيز اللي عندي عن طريق الاميونتي وكده، برضه هنعدي عليها سريعا قوي، الكلام فيها بسيط ونذكر امثله واحنا معديين كده يعني، نحاول نربطهم سوا او ان شاء الله يعني، ان شاء الله الموضوع هيكون بسيط. تمام. قال لك اول حاجه بقى هبدا اتكلم يعني على فايده الاميون دايجنوزز وكده، او بتفيدني في ايه موضوع الاميونيتي بخصوص الدايجنوزز. اول حاجه تو دايجنوز ان كيس اوف ديفيكولت اور امبوسيبل سامبلينج فور دايركت دايجنوزز. بيقول يعني ايه، ان هي بتكون مفيده عندي في بعض الديسيزز وكده، ان انا في العينه اللي هاخدها علشان اعمل لها فحص واشوف عنده الديسيز دي ولا تبقى عينه صعبه، مثلا هاخد عينه من الهارت مثلا، فهتبقى صعبة قوي ان انا اخد من الانسان سامبل وكده عشان افحصه. فبيقول لك ان انا لما اعمل اميون دايجنوزز ده الموضوع هيكون ابسط عندي واسهل. زي مين بقى ده عندي؟ زي السيستي سيركوزز والاكسترا انتستاينال اميبوزز والتوكسو كيريزز. توكسو كاريزز علينا من النطق يعني. تمام. يبقى عندي السيستي سيركوزز والاكسترا انتستاينال اميبوزز والتوكسو كاريزز. تمام. طيب تاني حاجه اللي هي الدايجنوزز بتاع الانفكشن ايرلي بيفور الابيرنس للاعراض، يعني قبل ما تظهر اعراض وكده ممكن اعرف ان هو جسم الانسان مصاب بالبرازيت المعين او بالمرض المعين دوت يعني عن طريق الاميونتي برضو. ده زي الفيلارييزز والاكيوت شيستيزوميزز اللي هو بتاع الشيستيزوما، والفاشيوليزز اللي هو بتاع الفاشيولا اللي بتصيب الليفر. تمام. يبقى دلوقتي قلت ايه؟ قلت الدايجنوزز بتاع الديفيكولت اور امبوسيبل سامبلينج بتاع الدايركت دايجنوزز زي السيستي سيركوزز والاكسترا انتستاينال اميبا والتوكسوكير. تمام. طيب تاني حاجه اللي هي الدايجنوزز بتاع بيفور الابيرنس للاعراض، ده كان عندي الفيلارييزز والشيستيزوما اللي هي الاكيوت، وعندي كمان الفاشيولا اللي بتصيب الليفر. تمام. حاولوا تلقطوا واحنا ماشيين. تالت حاجه بنقول ان هي سنسيتيف في حالات اللو بارازايت لود. بيقول لك ايه ده يعني؟ ايه بيبقى عندي ساعات يعني ان البارازايت بتهاجم الجسم بكميه قليله وكده، فانا ببقى بوزيتيف يعني انا ببقى مصاب فعلا، بس الكميه البارازايت الموجوده جوه جسمي بسيطه، فلما اجي اعمل مثلا يجي يفحص الدكتور يفحص جسمي وكده بالمنظار او حاجه يروح على الاورجان معين، احنا عارفين يعني طرق الفحص ممكن بالتلسكوبي بالمنظار يدخل ويبحث عن البارازايت نفسه، فلما يدخل على الاورجان ويدور ما يلاقيش حاجه، هو فيه بس مش ظاهر عشان هم حبه صغيرين. فالاميونتي بتحل الموضوع دي، بتدي لي يعني حاجه نتيجه اكيده وكده، فبنقول ان هو سنسيتيف في الكيس بتاعت ايه؟ اللو بارازايت لود. تالت حاجه بنقول ان هو يوسفل فور السرفاي والسكريننج ستاديز دوت يعني اللي انا اقدر اشوفه تحت الميكروسكوب وكده. تمام. تالت حاجه اللي هو البلاد دونر سكريننج فور بلاد ترانسميشن، نفس اللي فات برضو، ان انا هقدر هيسهل لي ان انا اقدر اشوفه تحت الميكروسكوب او بعيني يعني، هعرف من الاميونتي ان في بارازايت فاقدر اشوفه تحت الميكروسكوب، فدوت بيفيدني في حالات نقل الدم، لان في بعض عندي امراض بتتنقل عن طريق الدم، لو انا هعمل نقل دم من شخص للتاني ممكن يكون اللي هينقل دوت مصاب فيعدي الشخص اللي هياخد منه دم. يعني موضوع الاميونتي دايجنوز ده بيحد لي الموضوع دوت، او بيحل لي المشكله دي انا لما اعمل دايجنوز للاميونتي، هيبدا ايه لما استخدم الاميون دايجنوز اقصد، هيبدا يحل لي الموضوع دوت ويقول لي بالظبط اذا كان الدم دوت يصلح ولا لا، ولو في حاجه ولا لا. طب ايه بقى عندي البارازيت اللي بتنقل عن طريق البلاد دوت؟ زي الملاريا والليشمانيا والترابينوسوما والبابيبسيا، ما علينا مش عارفه ديت ايه بصراحه ولا خدتوها ولا لا، مش عارفه.
المهم يعني عندي الملاريا والليشمانيا والترابينوسوما والبابيبسيا ديت، تمام. طيب يبقى نقولهم تاني عشان امثله. عندي اول حاجه اللي هو الدايجنوزس في حالات السامبل اللي هي بتكون صعبه وكده، ده عندي زي السيستي سيركوزز والاكسترا انتستاينال اميبوزز والتوكسوكيرز. عندي الدايجنوزس بتاع الدايجنوزس في حالات يعني بكتشفها بدري قبل ما يظهر اعراض وكده، زي الفيلاريزز والاكيوت شيستوزوما، وعندي الفاشيوله اللي بتصيب الليفر. بعد كده بنقول هو بيكون سنسيتيف في حالات اللو بارازايت لود، لو انا متصابه عندي بكميه قليله لو كده، والسيرفاي اللي انا هقدر اشوفه بقى تحت الميكروسكوب والسكريننج ستادي. وعندي برضو بستخدم السكريننج دي في حالات البلاد ترانسميشن دوت، زي عندي الملاريا والليشمانيا والترابينوسوما والبابيبسيا. بعد كده عندي المونيتير بتاع الكورس اوف ان انفيكشن، يعني ايه دوت في حالات اللي هي، يعني هختصر الموضوع دوت في حالات اللي هو افتر تريتمنت، ان انا لما انا خلاص عرفت ان انا مصاب وكده وبدات اخد علاج، فانا عايز اعرف العلاج دوت جايب معايا نتيجه ولا لا. فهبدا اعمل ايه، هبدا اعمل دايجنوزز للاميونيتي وانا بعتمد فيها على وجود الانتي بودي والانتيجين وكده. فبعد ما خدت العلاج ببدا اشوف كميه الانتي بودي اللي متكونه عندي في الجسم، هل اصلا لسه عندي انتي بودي؟ لو عندي انتي بودي معنى كده ان انا لسه عندي انتيجين، لسه البرازيت موجود، لسه الدواء ما جابش علاج، قصدي العلاج ما جابش نتيجه، سوري. طيب لو الانتي بودي مش موجود، معنى الانتي بودي مش موجود ما عنديش انتيجين، يبقى كده الدواء اشتغل فعلا الحمد لله انا خفيت. طيب لو عندي انتي بودي ممكن اشوف الكميه بتاعته، لو كبيره ولو قليله، لو كبيره يبقى ده موضوع عندي كرونيك، لو قليله تبقى اكيوت. يبقى المونيتور بتاع الكورس اوف انفيكشن ده يقصد بيها افتر تريتمنت، يا اما عندي المثال بتاعه اللي هو التوكسوبلازما، يا اما كرونيك يا اما اكيوت، او يا اما اصلا لسه انا مصاب او لا، تمام. طيب بعد كده الافلويت اللي هو بتاع البروتكشن اجينست البارازايت اللي هو بتاع الميجر اوف اميون دوت ايه دوت، بشوف ان انا لما يعني دي زي الفكره بتاعه الفاكسينيشن وكده، التطعيمات دي انا بعمل ايه، بحقن البارازايت وهو ميت. فببدا اشوف بقى، يعني انا عايزه اعرف المناعه بتاعتي كويسه ولا لا، فبحقن البارازايت وهو ميت واشوف الانتي بودي اللي هيتكون، هل هيتكون عندي انتي بودي بسرعه ولا مش بسرعه، ولما اتكون بسرعه هل اتكون بكميه كبيره ولا كميه قليله، وعلى اساسها ببدا احدد المناعه بتاعتي كويسه ولا مش كويسه. لو اتكون بسرعه وكميه كبيره المناعه بتاعتي كويسه، لو يعني اتكون بعد فتره وبكميه بسيطه وكده، فاعرف ان المناعه بتاعتي مش كويسه. فانا يعني قصده بالنقطه دي ان انا بحدد المناعه بتاعتي ايه اخبارها وكده. يبقى نقولهم تاني، اول حاجه الدايجنوزز بتاع في حالات السامبل اللي هي الصعبه، زي مثلا لو هاخد سامبل من الهارت وكده، عندي زي السيستي سيركوزز اكسترا انتستاينال اميبوزز والتوكسوكيريزز، تمام. طيب بعد كده عندي الدايجنوزز بتاع الانفكشن قبل ما يظهر عندي اعراض، زي الفيلاريزز والاكيوت شيستوزوما، وعندي الفاشيولا اللي بتصيب الليفر. ثالث حاجه عندي بنقول ان هي سنسيتيف في حالات اللو بارازايت لود. رابع حاجه ان هي يوسفل في السيرفاي والسكريننج ستاديز، تمام. 2 اس اهو السيرفاي والسكريننج ستاديز. وبرده على فكره ما ذكرش عليها تفاصيل يعني، بس احنا خدناها بشكل ان جنرال كده، اللي هي بتاعه الميكروسكوب يعني وبتاع. خامس حاجه البلاد دونر سكريننج فور بلاد ترانسميتد بارازايت، ده انا يعني قبل البلاد دونر، قبل ما اعمل دونيشن وكده، قبل ما اتبرع يعني بدم، اودي حد دم وكده، ببدا اشوف برده يعني دوت لوجيك جدا، ما طبيعي بعمل كده، ببدا اعمل فحص يعني اشوف لو كان عندي مشكله وكده، عندي انتي بودي او حاجه هتروح تاثر على الشخص اللي هو محتاج الدم وبتاع ده. عندي زي الملاريا والليشمانيا والترابينوسوما والاسم الغريب اللي في الاخر ده اللي هو بابيبسيا ده، تمام. طيب بعد كده عندي المونيتور بتاع الكورس اوف انفيكشن، قلنا هنختصرها في اللي هو افتر التريتمنت. عندي اكيوت وكرونيك توكسوبلازموزيس، توكسوبلازموزيس دوت بتاع افتر تريتمنت، التريتمنت بحرف التي، تريتمنت اختصارها 3 تي اصلا، تمام، والتوكسوبلازموزيس بادئه بالتي هي، تمام. يبقى نربطه ببعض. رابع حاجه الايفالويت هاو بروتكتيف يو ار اجينست البارازايت اللي هو الميجر اميون، ببدا اشوف الاميون بتاعتي كويسه ولا لا. طيب بعد كده بقى هبدا اشوف انا هعمل الاميون دايجنوز دوت ازاي. عندي 3 طرق المذكورين، عندي 3 طرق او المكررين عندنا هنا 3 طرق، ومن اسمائهم اصلا باين الميكانيزم بتاعهم ازاي. بصوا هو انا في كل نوع اصلا هتكلم فيه كلام ان جنرال كده عادي يعني، مش هقول تفاصيل، هو ذاكر لي كلام احنا هنحاول يعني نلقطهم كده سوا.
كل نوع يعني فيه حاجة مميزة فيه وخلاص، تمام. مميزات وعيوب برضو بشكل سطحي جدا، مش ذاكر تفاصيل هنا ولا احنا مطالبين بتفاصيل، تمام. الثلاث انواع عندي انتي بودي ديتكشن اساي، وعندي انتيجين ديتكشن اساي، وعندي السكين تيست. من اسمائهم باين انا هعتمد على ايه. ناخد اول حاجه اللي هي الانتي بودي ديتكشن اساي، ثانيه واحده، تمام. الانتي بودي ديتكشن اساي دوت بقول ان انا بعتمد فيها على الانتي بودي. عايز اعرف هنا ايه، هقول بس ان هو مور سنسيتيف ذان الانتيجين ديتكشن، اللي هو سنسيتيف اكتر على الانتيجين ديتكشن. دي هعرفها وبتيجي ام سي كيو كتير جدا، مين المور سنسيتيف، الانتي بودي ولا الانتيجين اساي؟ لا، عندي الانتي بودي هو المور سنسيتيف، تمام. طيب ده كان بالنسبه للادفانتج بس. عندي بقى للعيوب، بيقول ان هو ان الانتي بودي دوت مش سبيسيفيك، يعني بيقول لي كده، يعني بيعرفني، هو مش بيعرفني، هو شبه انه بيعرفني ان الجسم مصاب ببرازيت ولا لا. طب ايه يا عم نوع البرازيت او كده، يعني مش سبيسيفيك قوي، مش بيبينه قوي، يعني مش بيظهر عندي هنا قوي السبيشيز يعني، تمام. يبقى بنقول ان هو مش بيقدر يديفرنشيت بتوين السبيشيز والسب سبيشيز على عكس الانتيجين، تمام. طيب هو اصلا احنا نبدا نشوف العيوب من هنا ونعكسها مميزات في الانتيجين، هما الاثنين عكس بعض. يبقى من العيوب بتاعه الانتي بودي ان هو ما مش سبيسيفيك، فما يقدرش يعمل لي ديفرنشيشن بتوين السبيشيز والسب سبيشيز. تاني حاجه بيعمل حاجه اسمها كروس رياكشن. الكروس رياكشن ده ايه؟ ان الانتي بودي بيروح يمسك في انتيجين تاني اصلا، غير اللي انا بعمل عنه، غير اللي انا قصده بيه التست وكده، تمام. يبقى بيروح يمسك في انتيجين غلط، تمام. قلنا ان هو بيروح يمسك في انتيجين اصلا غير اللي انا محدداه او اللي انا بدور عليه. تالت حاجه قلنا ان هو بيقدرش يعمل ديفرنشيشن برده ما بين الاكيوت والكرونيك انفيكشن، بيقدرش يبين يعني يميز ما بينهم وكده. ما احنا قلنا بقى ان هو نون سبيسيفيك، فنون سبيسيفيك ده لا هيقدر يميز لي بين السبيشيز والسب سبيشيز، ولا بيقدر يميز لي بين الاكيوت والكرونيك. تالت حاجه عنده حاجه مميزه قوي هنا للانتي بودي ديكشن اساي برده، وبتيجي ام سي كيو كتير، اللي هي الكروس رياكشن. الكروس رياكشن ديت بتاعه الانتي بودي، تمام. افتكرها، انا دلوقتي قلت ايه؟ قلت ان هو مور سنسيتيف عن الانتيجين، وقلت ان هو من الديس ادفانتج بتاعته اللي هو ما بيقدرش يميز بين السبيشيز والسب سبيشيز ولا الاكيوت والكرونيك، وكمان بيعمل حاجه اسمها هاي كروس رياكشن، ان هو بيروح يمسك فيه انتيجين غلط. ثالث حاجه بنقول ان هو مش اكيوريت قوي في الفولو اب بتاع افتر ريكفري، اللي هو افتر تريتمنت اللي انا لسه قايله لكم عليه، ان انا بعد ما عرفت ان انا متصاب وكده بدات اخد العلاج، بقى عايزه اشوف العلاج الدنيا ايه اخبارها عندي، العلاج جايب نتيجه ولا لا، الانتي بودي موجوده، طب موجوده بكميه كبيره ولا لا، وهكذا، تمام. طيب بعد كده قال برضو دي نركز عليها قوي علشان موجود العكس بتاعها في الانتيجين، اللي هي ايه؟ اللي هي الفولس نيجاتيف. الفولس نيجاتيف ان انا بعد ان انا ببقى مصاب ويطلع لي ان انا مش مصاب، بيطلع لي ان انا نيجاتيف، انا ببقى بوزيتيف ويطلع لي ان انا نيجاتيف، تمام. يبقى هو بيطلع لي الانتي بودي دوت بيطلع لي فولس نيجاتيف ريزلت. هنا ذكر لي مثال عليها، اللي هو الرودوسينز دوت. الرودوسينز دي برضو حاجة مميزة، المثال دوت ما تذكرش معايا خالص طول التوتوريال، يعني الرودوسينز دوت هو المثال بتاع الفولس نيجاتيف على الانتي بودي اسي. يبقى كده في الانتي بودي اسي لو عايزة اعرف كام كلمة اطلع بيهم من هنا، ذكرنا ايه؟ ذكرنا اول حاجة ان هو مور سنسيتيف عن الانتيجين ديتكشن. تاني حاجة بقى في الديس ادفانتج بتاعته، قلنا ان هو بيعملش ديفرنشيشن ما بين السبيشيز والسب سبيشيز، ما بيعملش ديفرنشيشن ما بين الاكيوت والكرونيك، يعني مش سبيسيفيك وخلاص، اعرف الانتي بودي ده مش سبيسيفيك. هو مش سبيسيفيك بس سنسيتيف، تمام. افرق بين الكلمتين، بين سبيسيفيك وسنسيتيف، تمام. وبيعمل حاجة مميزة قوي اسمها هاي كروس رياكشن، اللي هو بيروح يمسك في انتيجين غلط. وقلنا ان هو مش اكيوريت قوي للتريتمنت، ما هو مش سبيسيفيك بقى، تمام. طيب وقلنا ان هو بيعمل لي فولس نيجاتيف ريزلت مع الرودسنز، اللي هو بيطلع لي ان الانسان نيجاتيف بس هو بيكون اصلا بوزيتيف، تمام. اعرف ان الفولس نيجاتيف ديت مع ايه؟ مع الانتي بودي، مع الانتي بودي مش الانتيجين، تمام. تمام، ندخل بعد كده بقى على اللي هو الانتيجين ديتكشن اساي. هنبدا بقى نقول في الادفانتج بتاعته، هنعكس العيوب بتاعه الايه؟ الانتي بودي. احنا كنا هناك قلنا ايه؟ ان الانتي بودي كان سنسيتيف بس ما كانش سبيسيفيك. هنا بقى العكس، الانتيجين دوت سبيسيفيك زان الانتي بودي ديتكشن، وخصوصا في المونوكلونال انتي بودي. ايه المونوكلونال انتي بودي ده؟ بيقول لك ان انا عندي خلايا، يعني الانتي بودي ساعات الانتي بودي الواحد بيطلع من ايه؟ من خليه واحده،
وبيبقى عندي ساعات انتي بودي واحد برضو بيطلع من اكتر من خلية، تمام؟ يعني في كذا خلية بتطلع لي نفس الانتي بودي دوت، ودي بسميها ايه، بسميها بولي كلونال. بولي كلونال من اسمها بولي، يعني متعدد اكتر من سيلز وتطلع لي نفس الانتي بودي. طيب المونو كلونال ده بيكون عندي الانتي بودي الواحد طالع من السيلز الواحده، تمام؟ فهو بقى بما انه سبيسيفيك فبيحب الحاجه يعني يكون سبيسيفيستي وكده، فهيمشي ناحيه ايه، ناحيه المونو كلونال اكتر. طيب قلنا ان هو بيقدر يعمل لي ديفرنشيشن ما بين البريزنت والباست انفيكشن، ما هو بقى سبيسيفيك فيقدر يحدد لي اذا كانت الاصابه لسه دلوقتي ولا كانت من فتره وكده. وبنقول ان هو يوسفل في الفولو اب بتاع الريكفري بتاع التريتمنت دوت كان عيب عند الانتي بودي، هو بقى بيحله لي هنا دوت الانتيجين بيقدر يعمله لي، فهو سبيسيفيك وبيعمل بيقدر يعمل ديفرنشيشن ما بين البريزنت والباست انفيكشن. وقلنا ان هو كويس في الفولو اب بتاع الريكفري افتر تريتمنت على عكس الانتي بودي. طب بالنسبه للعيوب، بالنسبه للعيوب احنا عارفين عيب، احنا كنا قلنا ان الانتي بودي مور سنسيتيف عن الايه الانتيجين، يبقى الانتيجين ايه العكس، ليس سنسيتيف، ليس سنسيتيف عن الايه عن الانتي بودي ديكشن اساي. تاني حاجه قلنا ان هو مش بيقدر يعني يتعامل او بيكونش ما بيظهرليش قوي في البولي كلونال انتي بودي، اللي هو بيكون عندي اسمه ايه دوت الانتي بودي طالعني من اكتر من سيلز وكده. وحاجه مميزه هنا وقلنا ما نتلخبطش ما بينها وبين الثانيه في الانتي بودي، اللي هو فولس بوزيتيف فولس بوزيتيف، كان الانتي بودي كان فولس نيجاتيف، هنا بقى عندي الانتيجين دوت بوزيتيف ايجابي فولس بوزيتيف، بيديني ان هو ان الانسان بيكون مصاب وكده وهو اصلا في الحقيقه ما بيكونش مصاب، تمام؟ بيكون عادي خافف، ما عندوش الديسيز دوت ولا حاجه. يبقى الكام كلمه اللي هنعرفهم هنا ان هو بيكون سبيسيفيك وبيعمل ديفرنشيشن عادي بين الباست وبين البريزنت انفيكشن، وهو يوسفل في التريتمنت، تمام؟ طيب وحاجه مهمه قوي اللي هي الفولس بوزيتيف وما نتلخبطش بينها وبين الانتي بودي، وبنقول ان هو مش بيعمل مع يعني مش شغال في البولي كلونال. بص هو لما بيبقى عندي بولي كلونال انتي بودي بيطلعه لي فولس بوزيتيف، ما احنا كنا هناك قلنا مثال على الفولس نيجاتيف، تمام؟ هنا بقى لما اجي اقول مثال على الفولس بوزيتيف ما ادانيش اسم بارازايت ولا اسم ديسيز، لا ده عمم هاني وقال لي البولي كلونال انتي بودي وخلاص، تمام؟ طيب وعارفين اللي هو ليس سنسيتيف عن الانتي بودي، افتكر الانتي بودي كان ايه فولس نيجاتيف، اما الانتيجين دوت كان فولس بوزيتيف، تمام؟ ندخل بقى على اخر نوع من الاميونو دايجنوزيس دوت، عندي السكن تيستس. ايه السكن تيستس ديت؟ احنا تقريبا ليها شبه الاختبار الحساسيه اللي كلنا عارفينه ده، اللي احنا بنحقن انتراديرمال اللي هو تحت الجلد وكده. عندي نوعين ليها، اللي هو ايميديت تايب الهايبر سنسيتيفيتي او الدلايت تايب، اللي هو ايه اول محقن تحت الديرمال بيحصل عندي هايبر سنسيتيفيتي في نفس الوقت اول محقن على طول، او الحساسيه دي بتتكون بعد شويه، تمام؟ يبقى ده عندي نوعين، اما ايميديت او ديلايت، تمام؟ طيب عندي اليوزز بقى، هو ذكر لي كذا مثال كده للسكن تيستس، يعني منهم اتنين احنا عارفينهم، احنا عارفين المونتجريتو ديت مع الليشمانيا واحنا ذكرناها قدام، تمام؟ المونتجريتو بتاعت الليشمانيزيز. طيب عندي التوكسوبلازمين مع التوكسوبلازموزز، الاتنين نفس الاسم التوكسوبلازمين مع التوكسوبلازموزز والمونتجريتو مع الليشمانيزيز، بقى لي حاجتين، عندي الباك مان دوت مع الترايكنوزز. بصوا الباك مان باك وترايك ترايكنوزز الاثنين فيهم المقطع اللي هو اج ده اللي هو سي اتش، تمام؟ الباك مان والترايكنوزز. طيب عندي الكاسوني ديت بتاعت الهايديدوزز، اللي هو الهايديد يعني، تمام؟ يبقى دلوقتي عندي اربع حاجات، المونتجريتو مع الليشمانيزز، التوكسوبلازم مع التوكسوبلازموزز، وعندي الباك مان مع الترايكنوزز، والكاسوني دوت مع الهايديدوزز. ليهم صور، دي كانت المونتجريتو ديت بتاعت الليشمانيزز، وعندي الكاسوني ديت بتاعت الهايديد، تمام؟ طيب مش عارفه هي عليكم في العمل ولا لا يعني، بس نعرفهم يعني الكاسوني دي بتاعه الهايديت والمونتجريتو بتاعه الليشمانيا. طيب هنبدا بقى نشوف برضو المميزات والعيوب بتاعها. بيقول ان هي ديت ايه السكن تيست ديت الفايده بتاعتها ان انا ايه ممكن استخدمها بدل البايوبسي والسيرجري اللي هي الجراحه، انا لساني وقف، السيرجري والبايوبسي اللي هي ايه زي ما باجي اخد
فاكرين ما قلتلكوا في عينات كده بيبقى صعب ان انا اخدها، لما مثلا هاخد عينة من القلب وكده الموضوع بيبقى صعب عندي علشان اعمل لها دياجنوز وكده، اخد سامبل اعمل لها دياجنوز. فبدل بقى يعني ما ادخل واخد عينة او المنظار وكده ممكن يكون صعب، السكين تيست ده بيكون اسهل عنهم. بس طبعا ليه مخاطر يعني، والا ما كانش حد غلب. ايه بقى المخاطر بتاعته ديت؟ يعني دي الفايدة الوحيدة يعني ان هو اسهل. المخاطر بتاعته ان هو ايه، انا ما عنديش اصلا ستاندرد انتجين، يعني انا ما عنديش ستاندرد، ما عنديش مقياس، ما عنديش اللي يقول لي النورماليتي والابنورماليتي. يعني من الاخر كده بعد ما اعمل السكين تيست ويطلع لي النتيجه مش هبقى فاهم النتيجه دي معناها ايه اصلا. يعني كل دكتور ممكن يشخص النتيجه ديت بحاجه شكل. تمام. طيب دي اول واحده اللي هي ليك اوف الريفرنس ستاندرد. تاني حاجه ليك اوف السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي. تمام. السبيسيفيتي والسنسيتيفيتي هنا برضو الموضوع عندي ناقص. بالمناسبه خلونا نفتكر مين اللي كان عندي مور سنسيتيف، الانتيجين ولا الانتي بودي؟ بالظبط الانتي بودي هو اللي كان مور سنسيتيف. طب مين اللي كان عندي مور سبيسيفيك، الانتيجين ولا الانتي بودي؟ بالظبط كان الانتيجين هو المور سبيسيفيك. هنا بقى عندي السكين تيست دوت لا سنسيتيف ولا سبيسيفيك عندي، لا ده ولا ده. تمام. طيب بيقول برضو انه ممكن يعمل لي حاجه انافلاكس الشوك، اللي هو ايه، اللي هو يحصل له شوك ويموت. يعني ده ازاي اصلا؟ انا دلوقتي في السكين تيست انا بحقن ايه؟ انا بحقن بارازايت ميت، انا بحقن حاجه انا مش عارفه هي ايه ديت، يعني جسم غريب عن جسم، يعني حاجه غريبه عن جسم الانسان. فممكن طبعا يعني الاميونتي هتبدا تشتغل وكده، وخط الدفاع بقى يبدا يعني الجسم يدافع عن نفسه عن الجسم الغريب دوت، فممكن يحصل عندي هايبر سنسيتيفيتي، الخلايا تتجنن، فيحصل لي ممكن توصل لانافلاكتد شوك وكده، والانسان يتكل بقى على الله يعني الله يرحمه. تمام. طيب بعد كده قال ان هي برضو بعض السكين تيست دي ممكن تعمل لي كومبليكيشنز تانية، برضو اعراض تانية للشخص المحقون ده. تمام. اللي حصل له انجكتد. تمام. بعد كده برضو بيقول ان الاسكس ديت يعني الاخلاقيات والسلوكيات، ان انا احقن جسم غريب للانسان وكده، دي برضو شيء مش كويس. اصل انت باي حق تحقن جسم غريب ومش متجرب قبل كده وانت مش عارف نتيجته على الانسان؟ فلا الموضوع مش فير ابدا يعني. تمام. طيب يبقى قلنا ليك ليه الريفرنس ستاندرد، وقلنا ليك ليه السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي، وقلنا ممكن تعمل انافلاكتد شوك، وعندي كومبليكيشنز تانية ممكن تحصل، وكمان الموضوع بالنسبه للاسكس بتاع ايه الانجكشن. وبكده الحمد لله يكون التوتوريال بتاعنا خلص. الحمد لله يعني والله هو كلامه سهل وبسيط، واسئلته بتيجي كويسه جدا، ام سي كيو بتاعه بيكون واضح. المشكله عندي في الامثله بس برضو ما نخافش منها ولا نقلق، زي ما قلت لكم الموضوع برضو بيكون بالاستبعاد والتقريب وكده. عندي حاجات مميزه بس ابقى اللي احنا قلناها واحنا ماشيين يعني نبقى نركز عليها وخلاص، اللي هي الحاجه مثلا اتذكرت مره واحده في التوتوريال وكده. وعندي حاجات بقى اللي هي اتذكرت كذا مره زي الملاريا والليشمانيا وكده، الحاجات دي برضو معانا، وغالبا يعني بيجيب اسئله في الحاجات الواضحه، وممكن اصلا كمان يعني تتفاجئوا ان هو مش جايب اسئله على الامثله خالص يعني. فالحمد لله ان هو خلص. دلوقتي بقى عندنا اتنين كيس كده، هي المفروض كيس على المحاضرات اللي انتوا خدتوها، فيعني المفروض تكونوا مذاكرين المحاضرات، او لو مش مذاكرين ادينا هنشوف يعني. هو الكلام سهل بس معتمد على المحاضرات سيكا يعني. بيقول لك بقى شخص عنده مصري يعني عنده 34 سنه جاي من نيجيريا، الدكتور ركزت على نيجيريا دي يعني ان هي دوله افريقيه وكده، عنده بروستريشن، البروستريشن ده انهيار جسدي، مش قادر يعني اللي هو الحيل في ذمه الله، وفوميتنج وفيفر ودايريا، وعنده كف، وعنده شست بين بيكح، وعنده وجع في الصدر وكده. ما خدش الشخص دوت وهو كان رايح نيجيريا، ما خدش البري ترافل اميونايزيشن اور الملاريا البروفلاكسز. بص هو بيقول لك ان هو يعني ما خدش المصل، المفروض لما الشخص بيجي يسافر وكده بياخد مصل او يعني بياخد يعني فاكسينيشن على حسب البلد اللي هو رايحها، بيبقى البلد اللي هو رايحها منتشر فيها مرض معين او كده، فهو بيبدا يتطعم قبل ما يروح عشان يعني كقوقايه ليه وكده ان هو ما يتصابش بالمرض اللي منتشر عندهم ده. فهو بيقول لك الشخص ده ما خدش الفاكسينيشن ده، وحدد لك ان هو ما خدش اللي هو كان انتي مالاريال، يعني اللي هو
اللي هو كان ضد الفاكسينيشن ضد الملاريا، هو تقريبا حل الكيس اصلا كده، طبيعي ما خدش بتاع الملاريا يبقى عنده ايه، عنده ملاريا. المهم نكمل. بيقول ان هو اتعالج بيه بالازيثروميسين، ازيثروميسين دوت ده بتاع الكحه يعني، وبرده الاعراض اللي عنده ما اتحسنتش. لما عمل سي بي سي ظهر عنده اليوكوسايتوزز والليمفوسايت وايزينوفيل، يعني كده عنده انفلاميشن يعني، ما الخلايا المناعيه طلعت عنده التهاب اكيد يعني. ولا عنده انيميا كمان، الار بي سيز عنده قليله. بارازايت اريثروسايت، قال ان البلوت فيلم دوت قال لي البارازايت اريثروسايت ويز بانانا شيب جاميتوسايت. بصوا البانانا شيب جاميتوسايت ديت كانت حاجه مميزه في النوع كده من الملاريا، المفروض انتوا واخدينه في المحاضره يعني، اسمه فالسيبارا ملاريا. لو مش واخدينه ادينا قلناه يعني، لو مش واخدينه نعرف كده ان البانانا شيب جاميتوسايت ديت حاجه مميزه لنوع معين اسمه الفالسيبارا ملاريا، تعتبر ركيزه اتحلت اصلا. بيقول السيمبتوم برضو امبروفد مع الكلوروكوين ادمنستريشن، يعني هو حلل لك الكيس وجايب لك كمان العلاج بتاعه، يعني هو قايل لك الدياجنوز والعلاج. انا دلوقتي لما يقول لي طبعا ايه الدياجنوز بتاعي، هو ما خدش الفاكسينيشن ضد الملاريا، والسي بي سي موضحه ان في انفلاميشن، وعنده كمان بانانا شيبت جاميتوسايت، فعندي ملاريا اني نوع بالظبط منه الفالسيبارا ملاريا. طيب البوسيبل مانجمنت بتاع الكيس برضو انتي انفلاماتوري دراج زي مين، زي الكلوروكوين اللي هو ذكره دوت وخلاص. تمام. طيب تمام. تاني كيس بقى عندي برضو معتمدة على المحاضرة اللي واخدينها، نشوفها سريعا كده. يقول شخص عنده برضو 50 سنة، جاي من رشيد، راح المستشفى بيشتكي ان هو عنده شيست بين وكاف وويزي شيست، اللي هو يعني بيبقى عنده، عارفين اللي هو صوت الازيز كده، بيبقى طالع صوت يعني وهو بيتنفس وبتاع. من اسبوعين او ثلاثة الميديكال هيستوري بتاعته بتقول ان هو عنده ريبيت اتاك، من عنده فيفر وعنده اديما فول ليج. طبعا اديما فول ليج حلت لي الكيس، عنده اديما فول ليج دوت ايه، ايوه بالظبط الفيلارييزس. نكمل. اديما فول ليج من 5 سنين، بس بيقول يعني ان الفترة اللي فاتت دي كلها ان الدكتور كان مشخصه على انه ايه، على انه فينس ثرومبوزس، على يعني كان مشخصها غلط. تمام. كان مفكر طول ال5 سنين دي ان هي عنده ثرومبوزز، فينس ثرومبوزز وكده. فلما عمل بلوت فيلم لقى ان هو عنده ايزينوفيليا، يبقى كده في اهوت في انفلاميشن. تمام. والنايت سيك فيلم ديدنت شو مايكرو فيلاريميا. بصوا ان هو يعني دي برده كانت اتذكرت كده في الفيلاريا، ده هو بيقول لك لما بيجي ياخد عينه بالليل ما بيظهرش، ما تظهرش ان هي بوزيتيف، لان هو نيجاتيف وكده ما بيظهرش فيها المايكرو فيلاريا، مش بتظهر عندي بالليل. ودي كانت حاجه مميزه كده اسمها اوكلت فيلارييزس لو فاكرين يعني، هي كده يعتبر الكيس اصلا اتحلت. بس خلونا نكمل. بيقول تشيست اكس راي شو هيلير شادو، في شادو على التشيست كده، والبلورا افيوجن، عندي البلورا بتاعه اللنج برضو فيها مشاكل. الاسبيريشن بتاعه الافيوجن ديت كانت في قلبها كريمي وايت وبلاد ستريكت اسبيريشن، اللي هي كانت يعني كانت لونها ابيض كريمي كده وكان في قلبها برضو بلاد. ايه الدايجنوز بتاعك ايه؟ احنا طبعا قلنا ان هو اوكيلت فيلارييزس، اللي هو كان عرفنا ان هي يعني كان نايت سيك، اللي هي كانت دي نايك سيك فيلم دي شو مايكرو فيلاريا. وعرفنا ان كان في اديما فول ليج، يبقى عندي اوكلت فيلارييزز. مين اللي بيعملها؟ اللي هي الوشيريشيا بانكروفتي. طبعا احنا عارفين الكلام ده، المفروض الوشيريشيا بانكروفتي هي اللي عملت لي الاوكلت فيلارييزز، اللي هو التروبيكال بالمونري ايزينوفيليا، ما ظهر لي اصلا في البلاد فيلم ايزينوفيليا. الاسباب ان هو جاي من رشيد، يعني هنذكر الكلام بقى اللي اتقال في الكيس، ان هو جاي من رشيد، عنده شيست بين، عنده كاف، عنده ويزي شيس، عنده ايديما فول ليج، عنده ايزينوفيليا ونايت سيك فيلم ما فيهاش مايكرو فيلاريا، يعني هنذكر الاعراض اللي هو جاي لي بيها. فكده عنده ايه؟ اوكيولت فيلارييزس، ده بياكد لي يعني عليها. طيب الكونفيرم دايجنوز عشان اتاكد وكده، هعمل تيست اسمه هيتريزن بروفوكيشن. هيتريزن بروفوكيشن دوت اسم تيست، مش عارفه اذا كانت اتذكر في المحاضره ولا لا، لو ما اتذكرش ادينا عرفناه، هيتريزن بروفوكيشن. طيب هبدا بقى اعمل تريتمنت وكده ازاي. بيقول لك بالديك، الديك ديت اختصار لدايسايل كاربامازين، دايسايل كاربامازين. تمام. اعرف ان هي دك وخلاص، مش عارفه اكيد اتذكرت عندكم في المحاضره اللي هي دايسايل كاربامازين دي الدك. يبقى انا دلوقتي عندي التست عملت بيه الهيتريزان بروفوكيشن، وعندي التريتمنت بيه الدك اللي هو ايه، دايسايل كاربامازين. طيب
وفي برضو سيروجيكال تيست تانية غير اللي هو الهيتريزم بروفوكيشن ده، تمام. سيروجيكال تيست تانية بالتريتمنت بيقول لك الميديكال تريتمنت اللي هو الدك اللي هو دايسايل كاربوموزين دوت، وليه اسم تاني اللي هو ايفرمكتين، تمام. وعندي السيرجيكال هبدأ اعمل سيرجري سواء كانت كوسموتيك او مايكروفاسكولار، تمام. يبقى يا اما هتدخل جراحه يا اما هبدأ اعالج بقى بالايه بالعلاج اللي عندي اللي هو الديك او الايفر ميكتين دوت او ميكتين دوت او حاجه يعني، تمام. طيب هو المفروض يعني ان الكيس انا عديتها بسرعه كده، مريت عليها مرر كروم عشان يعني انتوا واخدينهم في المحاضرات اتشرحت قبل كده، فيعتبر كانها كانت مراجعه يعني. بس كده خلصنا التوتوريال، انا اسفه والله على الاطاله بس هو فعلا كان طويل، انا حاولت اختصر على قد ما اقدر. اتمنى تكونوا استفدتوا، لو احتجتوا اي حاجه تواصلوا معانا. ربنا يوفقكم ويوفقنا ان شاء الله يعني، يدعونا معاكم. مع السلامه.